مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. بكره عندنا مباراه الاهلي وطلائع الجيش، مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار التجهيز لنهائي دوري ابطال افريقيا. التجهيز مش ان اللعيبه تشارك، ده التجهيز دلوقتي ان اللعيبه ما تشاركش. يعني لو انت قلت لك اللعيبه اللي هتبعد او اللي هتغيب عن مباراه بكره، علي معلول، حمدي فتحي، مروان عطيه، بيرسي تاو، محمد هاني، وكمان حسين الشحات، رأفت خليل، علي لطفي، والشناوي، كل دول لاعبين غايبين عن المباراه بتاعه بكره في اطار التدوير اللي بيقوم بيه مارسيل كولر. ولما يبقى هذا العدد من اللعيبه، بتتكلم في علي معلول 1، حمدي فتحي 2، مروان عطيه 3، بيرسي تاو 4، محمد هاني 5، دول من الاساسيين ومعاهم علي لطفي والشناوي هنعتبرهم 1، ادي 6، حسين الشحات 7 من التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي غايبه بكره، والراجل حاطط على قلبه مراوح، يبقى الراجل اشتغل. يعني الراجل على مدار الموسم اشتغل وبيجني دلوقتي، مرحله الجني والحصاد زي الزرع كده، المرحله اللي فيها الحصاد والجني يعني. فالراجل الحقيقه عامل شغل كويس جدا، والواضح انه هو بيسير بجديه سواء في التجهيز لنهائي دوري ابطال افريقيا او في التجهيز لحسم بطوله الدوري العام مبكرا. طيب عايز ادخل على بيان غريب جدا صدر النهارده من اللجنه الاولمبيه وفي توقيت كمان غريب. يعني البيان ده خاص ب مركز التسويات. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الازمه بتاعه الانضباط وبتاعه التظلمات، وعارفين انه دلوقتي لما الاهلي راح للقضاء الاداري قبل ما يتنازل يعني على القضيه يعني ويسوي القصه ويعلن التنازل، لكن الاهلي وقتها لما سالنا قالوا انه مركز التسويات موقوف بحكم من المحكمه الدستوريه. يعني النهارده صدر بيان مش مفهوم من اللجنه الاولمبيه، هقول لكم البيان، ولما سالنا هقول لكم قالوا لنا ايه، وهقول لكم كمان الحكم بتاع المحكمه الدستوريه اللي يخليني مش فاهم البيان والقصد ايه من البيان. ساعات المسؤولين يلعبوا بعض يعني، والناس مش فاهمه حاجه. يعني ده صراع مسؤولين مش يعني عشان خاطر انقاذ نزاعات الرياضه المصريه، لا، ليس فيه انقاذ للنزاعات، لانه هذا المركز ملغي بحكم محكمة دستورية، يعني دي أعلى هيئة قضائية ما فيهاش هزار يعني. لكن أنا هقول لكم البيان اللي مش مفهوم، بيان مركز التسوية والتحكيم المصري. ده على فكرة اتحط على الجروبات بتاعة الصحفيين اللي هم بيغطوا نشاط اللجنة الأولمبية المصرية، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوة رقم 61 لسنة 42 دستورية بجلسة 14/1/23، فإن مركز التسوية والتحكيم المصري الرياضي المصري يقوم بعمله في قيد ونظر المنازعات الرياضية، وذلك عملا بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 94 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 16 صادر في 21/4/94. مع العلم بأن مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 من بعد الظهر لقيد صحف المنازعات الرياضية طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت. يعني إذا كان حد فاهم حاجة يقول لنا. طيب ده بيان صدر مفاجئ. اللي أنا فهمته من البيان ده إن مركز التسوية هيقوم بأعماله أو بيقوم بأعماله. ده بيقول اهو، يعني حتى البيان بيقول مركز يقوم بعمله، مش مثلا يستعيد عمله حصل مستجد فيرجع تاني يستعيد عمله، لا، ده اللفظ بيقول يقوم بعمله. اللي احنا فاهمينه ان المركز ده معلق او متوقف بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. طب خليني ارجع تاني لحكم المحكمة الدستورية العليا، اهو قدامي اهو، اللي كان في 17 يناير سنة 23 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 14/4/10 من يناير سنة 23، لو احنا عندنا شباب الحكم، الموافق 21 من جمادى الاخرة سنة 1444، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي اسكندر
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أصدرت الحكم الآتي في الدعوة المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة النقد الدائرة المدنية والتجارية بحكمها الصادر بجلسة 24/12/19 ملف الطعن رقم 1458 لسنة 89 قضائية، والمقام من محمد عباس غازي عليه والنجار ضد حاتم حسين محمد احمد بصفته رئيس مجلس اداره المنصوره، وضد السيد رئيس اللجنه الاولمبيه المدير التنفيذي لنادي المنصوره وكيل وزاره الشباب والرياضه في الدقهليه. يعني حاجه كده جايه لك من بعيد يعني. والحقيقه حطوا سندات وحيثيات و و و خلينا نروح على طول للحكم يعني. فلهذه الاسباب اللي هي كانت موجوده حكمت المحكمه بالاتي. اولا هتقول لي بقى الحكم يا جماعه كده بعد اذنكم. اولا بعدم دستوريه الماده 69 من قانون الرياضه الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 17 فيما نصت عليه من انه يصدر اهو اللي قبلها الورقه اللي قبلها يا ابني يصدر مجلس بعدم دستورية المادة 69 آخر سطرين من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 17 فيما نصت عليه من أنه يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، هات بقى الصفحة اللي بعديها، قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه. يبقى عدم دستورية، ده الحكم بيقول كده، عدم دستورية ان اللجنة الاولمبية هي اللي بتصدر قرار بالنظام الاساسي للمركز. حلو كده، ده اول حاجة. ثانيا سقوط لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بقرار مجلس ادارة اللجنة الاولمبية رقم 88 لسنة 17 وتعديلاته. اهو ده الحكم بتاع المحكمة الدستورية اللي صدر في شهر يناير اللي فات. بناء عليه حصل ايه؟ علق نشاط مركز التسوية والتحكيم لحين اصدار لائحة نظام اساسي من الجهة التشريعية، ممكن بقى من مجلس النواب كده يعني. ده اللي احنا فهمناه. علشان كده كل القضايا اللي كانت موجودة في مركز التسوية علقت. ولو تفتكروا وقضية عبد الله السعيد والموضوع بتاع فلان وعلان، وحتى الاهلي لما راح للقضاء الاداري قالك عشان مركز التسوية معلق او موقوف وكل الكلام ده. فوجئنا بالبيان ده النهاردة. طب حد فاهم حاجة؟ سألنا في اللجنة الاولمبية قالك اصل البيان ده يعني علشان يبين انه مركز التسوية لسه ليه اعمال او يبقى موجود كفرد عين. برضو مش فاهمين. طب حد يعمل مداخلة يفهمنا؟ محدش عايز يعمل مداخلة، مفيش مشكلة يعني. عموما المستشار محمد رشوان هو راجل يعني مهتم بهذا الشأن القانوني، يقول لنا رأيه ايه في البيان، وايضا هل هذا البيان يعني ان مركز التسوية شغال ولا يعني ايه؟ لانه هترتب عليه حاجات كتير بقى تانية يعني. يعني هتلاقي بقى قضايا تانية تتفتح من جديد، زي قضية عبد الله السعيد، زي قضية مع الاهلي طبعا، زي قضية كهربا، زي. خلينا اروح للمستشار محمد رشوان. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ محمد، بس عليك وعلى كل مشاهدينك في الوطن العربي كله. ودايما الحاجات القانونية دي انت مهتم بيها بتتعرض لها الحقيقة، وبتدخل في ملفات شائكة جدا. بس اللي هو بيترتب عليها مواقف واحداث وموضوعات كبيرة جدا. هي اشكالية قانونية كبيرة. وخليني انا ايه البيان ده الاول؟ يعني ايه تحليلك للبيان ده؟ انا هقول لحضرتك كل حاجة وهشرح لك الموضوع ببساطة. البيان ده الصادر من مركز التسوية والتحكيم، ده اعلان اللي هو ايه، نحن هنا يا جماعة. احنا هنا فين؟ احنا موجودين وشغالين. ليه بقى؟ اقول لحضرتك لما صدر حكم الدستورية العليا اللي سيادتك تعرضت له من دقيقتين واتكلمت فيه، الكل ظن في الراي العام وفي الرياضه وفي الانديه ان المركز ده سوى التحكيم لا وجود له. فهو هنا عايز يقول لك في البيان، والله يا جماعه لا احنا موجودين على فكره. بعد خمس شهور؟ يعني انت استنيت خمس شهور من حكم الدستوريه العليا والناس كلها ظنت الظن ان مفيش مركز تسويه والناس كلها لاجئه. مفيش، ده عشان مفيش شغل يعني، لقوا الدنيا خلاص ما حدش بيروح يعني. هو احنا كابتن مش فاتحين يا سياده المستشار، احنا مش فاتحين محل والزبون قطع. فهمت
انا بقول لحضرتك لا، يعني انا بقول لك ده تحليلي اللي اوكي حصل ايه، طب ماشي انك انت النهارده عندك، وهقول لك ليه دلوقتي، هقول ماشي لك ليه، ما اتفضل هي بقى موجوده في البيان على فكره، اتفضل. موجوده في البيان. بص يا فندم، خلينا نشرح الاشكاليه دي بهدوء شديد. مساله التحكيم موجوده من قبل قانون الرياضه، من سنه 94، من ساعه القانون اللي هو اشار اليه في البيان. خد تمام بالك هتلاقيه كاتب تمام انه يمارس مركز استشارة التحكيم اعماله وفقا للقانون رقم تقريبا 94 96 او تمام العكس. يعني هو بيعيده لما قبل قانون الرياضة، ايوه وبالتالي كده، ايوه حكم كده. الدستورية العليا هنا لا ينطبق على الموجود دلوقتي. هقول لحضرتك ازاي، اقول لك ازاي. القانون المشار اليه ده اسمه قانون التحكيم، التسوية والتحكيم المصري. التسوية والتحكيم نظام متعارف عليه في القانون المصري ما بين الشركات وما بين الأندية وما بين كل لو انت تختار المجالات. محكم وانا اختار الله محكم ينور على ومحكم تالت سعادتك. الموضوع ده. هو بيقول ان انا شغال على حسب الاصل ده. ايه الفرق؟ الفرق ان في الحالة دي زي ما حضرتك قلت دلوقتي لازم يكون في اتفاق على مشاركة التحكيم، يا اما موجود في العقد اللي بين الطرفين في الاصل او موجود بعقد ملحق اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي بالبلدي، انت اي تختار بس ده ما محكم. اصبحش مركز تسوية لا، ما هو رياضي. مركز تحكيم. ما هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان انا بشتغل مركز تحكيم وفقا للقانون دي، لو حد عنده مشاركة التحكيم او موجود طب ما انا اهلا اروح وسهلا. للتحكيم العادي اللي هو موجود في كل حتة برضه. ما هو ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. هو بيقول لك ان انا مركز يعني انا تسوية اقصد ده تحكيم. لم يعد متخصصا فقط في النزاعات الرياضية. لا، ما هو تخصصه هو انشئ للنزاعات الرياضية. ما هو بيقول كده يا استاذ محمد، بيقول انا ما زلت شغال، لو حد عنده نزاعات رياضية انا موجود شغال على القانون رقم 94. طب هو يعني ده تغيير لان حكم الدستورية اتعرض لايه؟ هو للائحة. ايه؟ اتعرض لايه؟ انه اللجنة الأولمبية المصرية اصدرت قرار بتشكيل المركز ولائحته يشتغل ازاي. المحكمه اعترضت، قالت ان اللي بيصدر اللائحه دي المشرع، مجلس النواب. ادي اصل حكم الدستوريه، قالت لا الكلام ده ما ينفعش. طب اذا اللائحه مش موجوده دلوقتي كان لم اللائحه مش موجوده، طب لكن على اي يبقى اساس هيشتغل اذا كان ملوش لائحه؟ على القانون رقم 94 اللي هو حط. هو يقصد ده انا ما زلت شغال كمركز تحكيم وتسويه على القانون الاول للتحكيم في مصر. انسى خالص موضوع قانون الرياضه، وانسى لائحه اللي هي اتلغت بموجب حكم الدستوريه، لكن انا يا جماعه ما زلت موجود على القانون الاولاني اللي هو فيه انك انت ممكن تتفق على طب مشاركه انا عندي التحكيم. سؤالين بس بعد اذنك. اتفضل يا فندم. هو اصلا مركز التسويه بتاع النزاعات الرياضيه ده مش صدر او انشئ في اللجنه بعد قانون الرياضه. الاولمبيه بماده في قانون الرياضه؟ بقى ايوه بالظبط حلو. بالظبط. ثم الحقت الماده دي بماده تانية ان اللي يضع لائحه النظام الاساسي بتاعه اللجنه الاولمبيه. مظبوط، اللي هي المحكمه قضت بعدم مصريه. حلو. اذا لا اللائحه دي اتلغت. تمام مظبوط تمام كده؟ بس طيب هو هنا يقصد في البيان انه مكتسب شرعيته من قانون اخر وهو قانون التحكيم. هو ده اصله. طب وايه اللي يخليه يقعد 5 شهور فجأة نكتشف ان مركز التسوية موجود وليه شرعية قانونية وكده ملوش لائحة أساسية خلاص؟ انا كده ملوش رأيي لائحة نظام أساسي هو مظبوط؟ شغال. لا، هو كده شغال على لائحة القانون اللي هو اشار اليه اللي هو النهارده. 94. ايوه فندم، هو كده شغال على اللائحه اللي هي بتقول ايه؟ اللي هي بتقول انت تختار محكم وانا اختار لحضرتك، شرحتها بشكل ايه؟ مبسط. عفو، مبسط طب كده. هل ده جائز من الناحية الرياضية؟ يعني النهارده اصبح الزام هو الفرق، هو ده الفرق. الله على ينور اي عليك يا نزاع محمد. رياضي انه يروح لا بقى كده؟ لا، هو ده الفرق. انت حضرتك حطيت ايدك على النقطه المظبوطه كده، مش الزامي. طب قانون لازمته الرياضه ايه؟ كان مخلي قانون الرياضه كان مخليه الزامي، بس هو كده مش الزامي. مش الزامي على يعني ده حسب ما يعتبرش الاتفاق. مركز التسوية بتاع قانون الرياضة. لا خالص، انا ده كده كأنه بشتغل بينشئ مركز جديد؟ انا بشتغل على القانون 94 اللي هو فيه مشاركة التحكيم بين طرفين، يا اما يتفقوا هما الاثنين من بدايه التعاقد، يا اما يتفقوا بعد كده على اللجوء للتحكيم. طب فهو سؤال بيقول تاني معلش انا معلش. دلوقتي بقى مركز تحكيم مش تسوية. اتفضل. بالظبط، تقدر تقول كده، صح كده؟ تقدر تقول كده. هو كده يعني مركز تحكيم، انا ممكن من حقي مركز دلوقتي تحكيم. على الهوا اعترض على اللفظ اللي في البيان مواعيد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي. انا كده من حقي هو على اعترض؟ اعتبار هي كلمة التسوية دي كلمة قانونية، على اعتبار ان ممكن اعمل جلسة ودية قبل الجلسة او اعرض التسوية، موجود والتحكيم القانون. الرياضي
موجوده في يعني موجوده في القانون المصري مثلا، في لجنه المفوضين في مجلس الدوله، في لجنه فض المنازعات في اي جهه اداريه بتبقى عمليه تسويه. فهو يقصد دي انك انت قبل اي اجراء قانوني ممكن يحصل جلسات تسويه ويتحل الموضوع بشكل ودي قبل اللجوء التحكيم. فهو ده قصده. لكن كلام حضرتك صح في نقطه ايه؟ انك انت تقدر تقول بقى انك انت كده زي اي مركز تحكيم موجود في مصر، زي مركز القرار الاقليمي، زي المركز اللي في جامعه عين شمس. فهو بيقول ان انا كمان موجود كمركز، ده ولكني القرار الاقليمي ده اللي في الزمالك، بالظبط كده اللي في منطقه يعني، الزمالك. يعني تقريبا كده في كذا مركز تحكيم موجودين، فهو معتمدين. فهو بيقول انا برضو مركز تحكيم معتمد وموجود على ضوء القانون 94، ولكن انا يعني بفهم في الرياضه. طب واخد حاجه؟ السؤال، هو اي حد ينفع ينشئ مركز تحكيم زي ده؟ لا طبعا دي ليها شروط ولازم طب هو خد الموافقه منين؟ يعني اذا كان حتى هو هيرجع للقانون 94 مش لازم في موافقه قضائيه او من وزاره اكيد العدل؟ اكيد اكيد في موافقه. ما هو اكيد عند انشاء واخد موافقه من وزاره العدل، بس موافقه مش متعلقه بالقانون. يعني انت حياتك، انا فاهم قصدك، انت عايز توصل لانه هو انشئ بناء على نص قانون الرياضه، فلما عدم دستوريته. هنا بقى السؤال نسال بقى فين الخطاب او فين الشرعيه اللي هي بعد قانون الرياضه؟ قد ولا يكون هو معلش انا برضو يعني شوية هعمل نفسي وماله. محامي زيك وناقشك، ولا اتفضل. هو استند على مادة قانون الرياضة في اصل انشاء المركز؟ لان ما هو في الدستورية ناس، ما ما لغتش هو ما المركز، لغتش هي دي، ما لغت الدستورية اللائحه. لغت اللائحة، ده كلام مظبوط، ده تحليل مظبوط، ان الماده فممكن ما زالت يكون هو موجوده. المادة في قانون الرياضة ان المركز حتى الان، انشاء مركز تسوية حتى تحكيم الان ما زال منشأ موجود. لكن معلق نتيجة اللائحة مش موجود. يعني نوصل من النقاش الجميل ده ان هو عايز يقول ان انا بشتغل على القانون 94. اللي عايز يجيني ده يبقى تغيير عارف. نشاط يعني ايوه بالظبط. من العمل بوفق اللائحة اللي هي الدستورية اللي لغتها، اتلغت. ايوه لأنه هيشتغل بنظام التحكيم مظبوط. لغاية ما تطلع اللائحة من اللائحه مجلس الجديده النواب. من مجلس النواب بشكل جديد صح وفقا كده؟ لحكم الدستوريه. ده كلام مظبوط، ده لكن كلام مظبوط. ليس في عمله إلزام على المتنازعين في الوسط الرياضي إنه يروحوا له. لا خالص، ما احنا طالما قلنا القانون رقم 94، القانون رقم 94 مش ملزم. ده اسمه مشارطة التحكيم. خدت يعني بال النهارده حضرتك؟ لو انا عندي مشكله في مثلا سي مثلا انا راجل بطعن على عضويه مجلس اداره، تمام. هنا مش ملزم اروح للتحكيم ده، اقدر لا اروح له او اقدر اروح لقضاء اداري او اقدر اروح لاي جهه. مظبوط كده؟ بالظبط بالظبط بالظبط. السؤال طب يبقى يقول ايه لازمته النقطة؟ ايه؟ النقطة اللي حضرتك قلتها ان هو مكتسب شرعيته من نص المادة الموجودة في قانون الرياضة، فعايز يقول بما ان هو في موجود هو شرعيه الاولى. انشائه. شرعية انشائه، بما ان هو موجود بالفعل ولو شرعية في انشائه يبقى هو الاولى بالمنازعات طب الرياضية. انا بس السؤال، اتفضل. هو ده تحايل على الحكم بتاع الدستورية الاول؟ يعني ما اقدرش، ما بحبش المسميات اللي هي، لكن نوع من انواع. هو والله اللي عندك مسمى تاني؟ انا قلت لحضرتك في الاول احنا شغالين يا جماعة، احنا موجودين على فكرة، هو ده الهدف. يعني انا ده رايي، ان انا قلت ان هم يعني بعد حكم الدستوريه الناس كلها نسيت موضوع مركز اتصال التحكيم، طب ما سؤال، بقاش موجود. فالناس بتقول لك احنا نحن هنا. هل هذا المركز التحكيم اذا خد حكم مثلا الاهلي في ازمته مع الانضباط الاخيره دي، لو لجأ لمركز التحكيم واخد حكم بعدم شرعيه تشكيل مثلا، انا بقدم اي عظيم مثال بس انا عشان عظيم المثال ده الناس فاكراه فباخده عظيم. يعني، بس المهم اساس اصبح اللجوء ايه؟ تنفيذه واجب؟ طبعا، بس المهم اساس اللجوء ايه؟ هل الاهلي هيتفق مع لجنه الانضباط انه يروحوا لمركز اتصال التحكيم؟ لازم الطرفين يكونوا موافقين؟ مش كده ولا ايه؟ لازم يكون في اتفاق، حاجه اسمها مشارطه التحكيم. يعني الطرفين المتنازعين لازم يكونوا اساسا ايوه. يعني متفقين. على فكره المثل اللي حضرتك ضربته ده جميل جدا على فكره يا استاذ محمد. يعني لو دلوقتي احنا في الازمه دي اتفق النادي الاهلي وهو يعني واتحاد الكرة بقى، مش الاهلي واتحاد والانضباط الكوره، اللي هو او شكل اللجنة. ان هم يروحوا مركز تشريع التحكيم وعملوا اتفاق بهذا الشكل، هنا يبقى حكمه ملزم. لو ما اتفقوش خلاص ما لا ينفعش. خلاص، ما ينفعش اروح اصلا. انت ما تجبرنيش اروح مركز التسوية والتحكيم غصب عني، اللي هو على لكن قانون الـ94، الاول مش محتاج موافقة الطرفين. اللي على قانون الرياضه، اللي كان شغال على قانون الرياضه كان شغال على اي لائحه طرف انه اجري. متضرر يروح وياخد حكم. لو تاخد واحدك كان شغال على اللائحه الاسترشاديه اللي قالت انه الزامي انه يروح لمركز التسوية والتحكيم. اللائحه دي كده اتلغت، اللي لغاها الحكم الدستوريه. لكن احنا لما طب نيجي نروح بقى نروح متفقين. طب سؤال تاني. اتفضل. هل مركز التحكيم سينظر ده في اي قضية معلقة كانت موجودة في مركز التسوية؟
ولا مش من حقه؟ لا ما احنا رجعنا للاصل، لو في طرفين متفقين يعني افرض وقت وقت ما الدستوريه مثلا قررت الغاء لائحه النظام الاساسي بتاع مركز التسويه، تمام، فكان وقتها تم تعليق مركز التسويه، مظبوط كده؟ وقت ما حكم الدستوريه صدر مظبوط، كانت في قضايا اوريدي المفترض بيبت فيها مركز التسويه في ذلك الوقت، فعلقت، تمام، صح كده؟ يرجع هل اصبح مركز التحكيم هنا ملزم بمناقشه هذه القضايا، ولا لازم بقى موافقه الطرفين؟ لازم بقى يخاطب الطرفين طب اذا كلام. كانوا موافقين على مش اللجوء هيوافق، المركز، تمام، ما مش هيوافقوا، او يكون في لائحه، يعني مثلا ممكن يكون النادي ولاعب النادي عامل لائحته معتمدها فيها اللجوء المركز التحكيم، اتفضل حضرتك دي نقطه، يعني ممكن في نادي بس من مثلا، حق الطرف الثاني يرفض المركز ده. لا ما هو لو اللائحه تسري لو هي فيها مصلحه، مركز، اي مركز تحكيم، مش شرط ده، انت قصدك لو في بند في عقد بين طرفين في مظبوط حاله التنازع يروحوا مركز تحكيم بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه بتاع القانون 94 اللي هو العادي. بالظبط العادي، افرض لو انا في بقى اتفاق، طرف من الطرفين قلت لا مش هروح بتاع اللجنه الاولمبيه. لا لو ما فيش اتفاق ما فيش ما يلزمك، مظبوط كده؟ طبعا ما فيش ما يلزمك، ده اصل طب القانون. وكل ده عشان ايه؟ طب ليه ما بتفتحش خط مع مجلس النواب والناس تروح هو ده وتبعت هو الافضل، الافضل ان يعرض الامر على مجلس النواب ويتخذ نفس اللائحه وتاخد شرعيتها وتتناقش لكن الامور اذا كان خدوا 5 شهور عشان يطلعوا البيان عشان يقولوا احنا موجودين. وخمس شهور كمان عشان لا حد يشرح لنا. بالظبط كده، بالظبط، انا حاولنا نفض الاشكاليه لان على فكره الموضوع فعلا صعب، لكن حاولنا نبسطه، يعني احنا برضو خد بالك احنا بنحاول قدر الامكان، قد يكون لاصحاب الشأن ولهم كل احترام راي اخر، ممكن يكون في هدف اخر، يعني بعض الناس تقول لك هو ساعات في مسؤولين ايه يتصارعوا والرأي العام مش فاهم حاجة. ما بعض الناس تقول لك اصل محمد ايه يعني ايه البيان في التوقيت بتاع الازمه المصاره بتاعه الكهرباء وشكوى الزمالك اشمعنى دلوقتي؟ يا باشا تلاقي اللجنة الأولمبية عايزة تعمل اللائحة وتلاقي الوزارة مأخرة اللائحة لأنها بتعمل تعديلات في القانون، ده تلاقي فيلم داخلي احنا ايه مش فاهمين حاجة، فاللجنة الأولمبية بتفرض فرض عين. اسمع كلامي، النجار عايز مسمار اسمع كلامي، والله اسمع كلامي، اسمع كلامي بس. طيب الاخر حاجه بقى، يعني هنا لا مساس بقضيه، يعني القضيه اللي هي كانت جماهيريه اللي كانت موجوده في مركز التسويه قبل تعليقه، مثلا قضيه الاهلي وعبد الله السعيد مثلا، لا مساس بالقضيه دي خلاص. لا خلاص النهارده اساسها كان قانون الرياضه، اساسها كانت اللائحه، واللي هتلاقي تخصا الدستوريه حكمها سريع على الجميع. تمام. لا ده موضوع منتهي. تمام. ايه تفسيرك لتنازل الاهلي عن القضيه بتاعه القضاء الاداري اللي كان بيطلب فيها عدم شرعيه لجنه الانضباط؟ ايه اللي جد يعني؟ والله الحقيقه، يعني الحقيقه ما اقدرش اقول وجهه نظر النادي الاهلي في هذا الامر، لهم اكيد وجهه نظر، اكيد تفسيرك مش لي وجهه نظر معينه، قد يكون حصل تفاهم، قد يكون حصل اتفاق، ما اقدرش يعني ما عنديش تفسير واضح للامر، يعني ده امر اكيد اكيد في تكتيك معين او هدف معين يعني يخطفه المستشار محمد عثمان، واكيد الكابتن محمود الخطيب من هذا الامر ومجلس الاداره اكيد يعني. لكن ده ملوش علاقه ان ممكن لو حصل تصعيد دولي يبقى ليه تاثير على النادي الاهلي، يعني انت شايف ما كده؟ اعتقدش انه تصعيد دولي في هذا الامر لانه ده شان داخلي يا استاذ محمد، وهذا الكلام قتل بحثا يعني. يعني قلت انا بحث انك انت تطلع تقول مثلا ده عملوا كوبري مش عملوا كوبري، الكلام ده انتهى يعني. يعني قلت انا بحث حتى في هذا الشكوى المصارة اللي انتشرت النهارده دي، الفيفا رد على الكلام ده، الفيفا رد على الكلام ده على فكره في الحكم بتاع كهربا، الفيفا رد على الكلام ده وقال انه الاهلي ليس له ادنى علاقه، وانه لم يستطع نادي الزمالك ان يثبت ان الاهلي خد اي اكشن غلط، وانه الاهلي عقده مع كهربا صح، يعني الفيفا قال الكلام ده. عموما يعني في الاخر الاهلي حقق متقال اللي هو عايزه، كهربا لعب السوبر. الحقيقه بشوف كده، وبشوف انه كمان الاخبار بتقول انه الراجل المدير الفني هيريح بعض اللعيبه، فخلاص يعني اعتقد يعني الموسم شرف على الانتهاء، والاهلي حقق، عشان كده كنت بقول لحضرتك ده تكتيك معين مؤكد 100% على الترابيزه. انتوا القانونيين برضه لكم دهاليز بيني وبينك يعني بس ايه رايك اتلعبت صح بقى؟ والله اتلعبت صح بصراحه، يعني ليكوا دهاليز يعني احنا بنصدق، وبعدين تلاقي الدهلوز من دول لغرض تاني خالص.
يعني تكتيك طبعا، خد بالك يعني، وخد بالك هو التزويف تكتيك برضو. طبعا طالما طبعا. قانوني. طبعا. لا وانت النهارده بتستخدم اصل القانون زي ادوات ونصوص، زي النهارده مركز التحكيم ده حضرتك بتتكلم عنه طالع بيتكلم على بيحير الناس كلها ببيان حياتك، الاعلام كله بيتناوله يعني المشكله ان الرياضه عندنا كلها صناعه بقت قضايا ومحاكم ومراكز تصويريه، دي مشكله خد بالك. بس ده كويس ليكوا برضو انتوا يلا المحامين. الحمد لله. استاذ رشوان، استاذ محمد رشوان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب ادي سمعنا المستشار محمد رشوان وهو بيشرح لنا بشكل مبسط ليه الموضوع ده اتعمل، وخلاص انا شايفه هو صراعات داخليه لكن في الاخر مش هيسفر عن حاجه. يعني على فكره تم تحديد حكم ماتش الاهلي والوداد، ماتش العوده، ماتش الذهاب عرفنا ان هو الحكم الليبي، الماتش العوده الحكم الاثيوبي بملكة سيما ده هيبقى هو الحكم، ومعاه الكاميروني الفيس جوي والكيني جيلبرت شيروات والجابوني بيير اتشو هيكون حكم رابع، وفي حكم كيني اسمه بيتر ليه تقنيه الفيديو الفار، ومع حكم موريتاني دحان بايدا والزامبيا حكمه يعني ديانا شيكو تيشا، الاثنين دول هيبقوا للفار مساعدين للفار. سيما كان له قصه يعني، كان حتى في احتكاك حصل بينه وبين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وتعرض لاعتداء، هو قال كده في الماتش بتاع الوداد والترجي، فاكرين اللي حصل فيه احداث والترجي كسب الماتش، وقف وكان فيه اعتراضات قوية جدا والترجي كسب البطولة في السنة دي يعني لو تفتكروا يعني، وحصل اعتداء من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عضو المكتب التنفيذي للكاف الاتحاد الافريقي، وتسيما نفسه وقتها اعترض والاتحاد الاثيوبي بعت اعتراض رسمي ليه الاتحاد الافريقي والقصة دي، والراجل بعد كده لما عرف قوة بقى فوزي لقجع هو نفسه تسيما عمل تصريحات مؤخرا قال لك يا عم انا مش عايز وجع دماغ، انا هقضي بقية حياتي في التحكيم من غير خلافات ومن غير خناقات ومن غير مشاكل، عشان خاطر يبين انه لم يقعد في نزاع مع رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الاتحاد المغربي لكرة القدم. الخناقة دي مع فوزي لقجع لا ده ما كانت متهيألي مش في ماتش الترجي والوداد، ده كان في ماتش الزمالك ونهضة بركان لو تفتكروا. كان الزمالك ونهضة بركان، الحكم وقتها الزمالك خد الكونفدرالية واعترض عليه فوزي لقجع. ومعانا معتز ابراهيم هو الحكم الليبي اللي هيحكم مباراه الذهاب اللي هتتلعب هنا في قلب استاد القاهره ان شاء الله يوم الاحد 4/6، ماتش العوده هيكون الاحد 11/6. خليني اعرف من الكابتن جهاد جريشه برضه وليه خبرات دوليه مع الحكام الافارقه، يقول لنا تقييمه للحكمين الحقيقه في ظل متابعته للحكام الافارقه في الفتره الاخيره. كابتن جهاد مساء الخير. شبابنا مساء حضرتك وعلى كل مشاهدينك. اهلا بك يا كابتن. قول لي ايه رايك في الحكمين بقى، معتز ابراهيم في الذهاب وتسيما في العوده؟ بص كابتن، الاتحاد الافريقي الفتره اللي فاتت يعني بنتكلم متابعتنا بيعتمد على مجموعه جديده من الحكام الصغيرين، عمل صف جديد من الحكام الجداد بقوا حكام دلوقتي يعتبر هم الصف الاول بيلعبوا كل الماتشات المهمه. على فكره في الحكم الموريتاني اللي ظهر في الفتره الاخيره ده كويس قوي، دحان بيدا، وفي بو دلوقتي موجود في الحكم برضه موريتاني، موجود بو ده موجود في كاس العالم للشباب في الارجنتين. انا بتكلم على طقم جديد وشكل جديد وحكام جداد الاتحاد الافريقي بيعتمد عليهم، منهم معتز الشلماني اللي هو الحكم الليبي ده، طبعا الكابتن عبد الحكيم الشلماني الحكم الليبي الكبير اللي هو حاليا رئيس الاتحاد الليبي لكره القدم. خد بالك هو مسميه دايما معتز ابراهيم عشان ما حدش يعرف انه ابنه. لا بس هو بغض النظر هو في الاخر هو في الملعب حكم كويس وحكم شغال بصوره محترمه جدا وماشي بخطوات مميزه جدا، وبغض النظر يعني مش عشان خاطر والده كان حكم دولي وهو بيتجامل، لا تحكي مش كده كابتن شباب، في المستوى ده تحكيم فيه مستوى وفي شغل وفي عرق، وهو حكم مميز وحكم ماشي بصوره كويسه، واكيد تعينه في نهائي افريقيا عشان هو رايح ينجح، فبالتالي هو هتلاقيه موجود في ماتش الاهلي والوداد اللي موجود في مصر، بالنسبه له خطوه كبيره جدا عشان
يتحط بالصوره عشان ترشيح كاس العالم، وبالتالي هو هيبذل كثره جهده عشان يكسب الماتش زي ما الاهلي عايز يكسب الماتش، زي ما الوداد عايز يكسب الماتش، هو برضه هينزل الملعب في الملعب عشان يكسب الماتش. ده بالنسبه لحكم ماتش الذهاب. بملك كتير من الحكام اللي تثق في نزاهتهم حتى لو اخطا، يعني حتى لو اخطا انت تثق ان الراجل ده فير طول الوقت. بره مصر جوه مصر الراجل ده انا عاشرته على مستوى شخصي بطولات كتيره، راجل طول الوقت بيتمتع بنزاهه غير طبيعيه، وهو معتز ده لا بكلمك عن معتز طبعا نفس الكلام. ده راجل لسه حكم متصاعد، وبالتالي هو معاه ماتش كويس، لكن بكلمك على مملكه سيما تمام، يمتاز بالنزاهه، يمتاز طول الوقت بيطور من نفسه، طول الوقت بيشتغل على نفسه، حكم فير. بس هو قديم برضه تسيما، مش جديد، هو قديم بس من اصغر الناس اللي قدامك اللي كانوا موجودين معانا، اصغر يعني هو جاء علينا في الاخر وكمل معانا في الاخر. هو الراجل بقى له 3 4 سنين في النخبه الافريقيه ايه اللي هو الصف الاول، وبيعتمد عليه في الاتحاد الافريقي اعتماد كبير. هو ادم طبعا من الصف اللي تم تكوينه دلوقتي في الاتحاد الافريقي، هو ادم وهو مصطفى غربال، لكن هو الراجل تثق في نزاهته، تثق ان هو موجود مع الصف الجديد في الاتحاد الافريقي، الناس تثق فيه وموجود بصوره محترمه. اتمنى له التوفيق خاصه في الاجواء المغربيه اللي هتبقى هناك، ان شاء الله يعمل مباراه كويسه ويدي كل فريق حقه ويخرج من المباراه ينجح في المباراه ان شاء الله. نتوقع ان هو ينجح في المباراه ومش هيبقى فيها مشاكل ان شاء الله رب العالمين. يعني انت شايف انه التحكيم دول افضل الموجودين على الساحه؟ بص الاتحاد الافريقي ماشي بقاله سنه او سنه ونص سنتين ماشي، اي حد عنده مشاكل او في استياء منه تلاقيه بعيد عن الصوره. خد بالك في اللجنه حبيبك برضه. لا بغض النظر انا والله بص يا استاذ محمد انا بتكلم في الخير، انا بتكلم في الشغل، بتكلم في الـ في الـ في, الـ في الـ الحاجه المحترمه بقول عليها محترمه، الحاجه اللي مش كويسه بنقول مش كويسه. انا ما عنديش مشكله مع حد بالنسبه شخصيه، بالنسبه لي انا رد فعل طول الوقت، فلما انت تعمل في حاجه مش مظبوطه هرد عليك، وبالتالي انا رد فعل. لكن بتكلم في شغل هتكلم فير بمنتهى الحياديه مع اي حد حتى وان كنت وكنت. انا بس عشان الناس تعرف انا قصدي كابتن عصام عبد الفتاح موجود في لجنه الاتحاد الافريقي، موجود في الكاف في لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي. فانا بتكلم هو كابتن عصام ماسك ايه بالظبط في اللجنه؟ عضو يعني عضو لجنه ومشرف على شمال افريقيا، على حكام شمال افريقيا اللي منهم الشلماني اللي هو هيحكم ماتش النهائي، ده واحد من الناس المشرفين عليه في الاتحاد الافريقي. مشرف بمعنى يعمل يعني معسكرات محاضرات يعني كل الكلام ده، طول الوقت مهتم ومتابع الحكام اللي في شمال افريقيا في كل الدول، شمال افريقيا مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب، هم الحكام دول تحت بيبقى عضو في عضو لجنه كل واحد مسؤول عن هو اللي بيرشح مثلا عن زون وبيدرشح وبيدي تقييمات طول الوقت، وطول الوقت متابع الناس ديت. كل عضو لجنه موجود في زون معين وبالتالي هو موجود في زون. يعني احنا لما نشوف مثلا سي ماس انا بقول اي حاجه يعني كابتن امين عمر بيحكم ماتش او كابتن محمود البنا بيحكم ماتش في افريقيا، يبقى كابتن عصام مرشحه من ترشيحه طبعا، من ترشيحه طبعا لان هو راجل مسؤول عنه في الشمال افريقيا طبعا. اوكي دي حقيقه، بيدي ترشيحاته وبالاخر اللجنه التعيينات بتعين والشغل بيبقى سيستم شغال كده طول الوقت. طيب تمام، ليك تقييم لبريرا لغايه دلوقتي رئيس لجنه الحكام المصريه؟ ما اقدرش اقيم حاجه، مش ما فيش شغل ظهر ليها محمد، هو لسه ما خدش الفرصه او ما خدش الوقت ان يعرف الناس كلها او نقيم شغله، لكن احنا التقييم الاساسي بالنسبه لنا هيبقى الموسم الجديد وشغل في الموسم الجديد، هنشوف الشغل عامل ازاي ونشوف اختياراته وكده، وبنتكلم بقى على شغله بقى على الارض، لكن هو لغايه دلوقتي ما اعتقدش ان ممكن حد يقيمه. طب انا عندي خبر يعني شوف هل هو ليه دور في الظهور المميز ده، يعني على صفحه الاتحاد الكوره بيقول لك اشاد بيريرا رئيس لجنه الحكام الرئاسيه بالثنائي محمد معروف وعمرو الشناوي ممثل التحكيم المصري في بطوله كاس العالم للشباب المقامه حاليا بالارجنتين بعد المستوى المميز في اول ظهور لهما بالعرس العالمي الكبير. ادار محمد معروف مباراه الولايات المتحده الامريكيه مع جزر فيجي كحكم ساحه وعمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراه الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا بجانب مباراه امريكا وجزر فيجي. حرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي واثنى على المستوى المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطوله ليكون خير سفير للتحكيم المصري. هل بيريرا ليه دور في مشاركه الحكام بتوعنا في كاس العالم للشباب ولا ده نتيجة شغل من سبقه؟ لا لا هو الاختيار ما بيجيش من لجنة الحكام المصرية، والاختيار بيجي من حضرة وشغل الحكام، بس هو الاختيار لا نتيجة ماليش دور طبعا بأي حال من الأحوال. لجنة الحكام المصرية بتشتغل مع حكامها داخل مصر، لكن الترشيح والحاجات دي كلها بتبقى من الاتحاد الأفريقي لسابق شغل الحكم نفسه في الاتحاد الأفريقي وأدائه، وبالتالي ترشيح معروف كان من ضمن شغله وادائه في الاتحاد الافريقي. يعني قصدك انه معروف في التميز اللي هو فيه اللي خلى الاتحاد الافريقي ياخده ما كانش في عهد بيريرا، هو راجل مميز بقاله فتره يعني. لا 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 بقاله فتره، موضوع كاس العالم من الشباب او الترشيح اللي تروح للفيفا من الاتحاد الافريقي ما بيجيش من يوم وليله يا كابتن محمد، بيجي من شغل
من شغل فتره كبيره يعني. شكلك لسه مش مقتنع ببريال لغايه دلوقتي. لا مش يعني مقتنع مش مقتنع. معلمش معاك يعني. هو الشخص على فكره يعني خبرات كبيره بس لسه اداؤه لسه معلمش معاك في حاجه لسه معلمش لسه مع الراجل مش يعني في حاجات ما يعرفهاش في رجل الحكام. على سبيل المثال معسكر الفطوره اللي فات اللي هو اللي في مصر ده هو ما يعرفش مين اللي رايح. فوجئ لما انا نزلت مين اللي رايح وانت رشحته مين ووديته مين ويا جماعه ده معسكر ايه يا كابتن تاني؟ معسكر المحاضرين في الاتحاد الدولي لفطوره 12/6 ل 18/6 اللي جاي. وانا كنت وصلت مع الاتحاد الدولي من قيمه 3 شهور عشان المعسكر ده ان انا ليا احضر المعسكر ده كمحاضر راجل على كاسيس في بتاعي اللي موجود في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. وبعدين فوجئت بحوار حصل مع المسؤول المعسكر دوت مع احد المسؤول الاداري في الحكام المصريه ان جاد جريشه ده بيحلل في قناه فضائيه ومش موجود في الاتحاد المصري كمسؤول في الحكام. فانتوا واخدينه ليه؟ لا هو ما رضيش. هو الراجل مش مخدوش هو بيبعته هم الاتحاد الدولي او المسؤول الاتحاد الدولي بيبعت ان عايزين جريشه من مصر والراجل رد عليه لا جريشه عنده بيحلل في الاتحاد مش فاضي يعني ومش موجود في الحكومه المصريه وبالتالي دي مبررات ما ينفعش يتحط في المعسكر ده. وده كلام طبعا عارف تمام الصحه. كابتن جمال الشريف يمكن لما راح معسكر محاضرين وما رحتش يا كابتن وما رحتش المعسكر. لا ما رحتش. هو راح اللي رد ده وحط اسمي احمد ابو العيله وبالتالي يعني انت اللي كنت مرشح واتشلت بناء على الرد ده. يا استاذ محمد انا على تضحيتي نزلت الحوار لما سالت الناس بتوع الاتحاد الدولي ما بيهزروش. لما سالته انا ليه اسمي ما راحش فبعت لي المراسله هو بعت للجنه الحكام المصريه بيقول ايه وترد عليه ايه. احنا كاتحاد دولي واتحاد افريقي مش طرف في القصه يا جريش. فالكلام ده انا حاطه على صفحتي على فكره من يومها ودي فجرت مشكله كبيره يا جماعه. ده كان مين في اللجنه اللي قال كده بقى؟ احمد ابو العيلة مدير اداري اللجنه اللي هو المفروض يبعت الميلات. كلمته يا كابتن؟ كان في مين؟ انا كلمت الاستاذ جمال علام وكلمت دكتور ايهاب القومي اعضاء مجلس الاداره. قالوا لك ايه بقى؟ وقالوا لي هنشوف الموضوع ونحقق فيه. قلت لهم يا جماعه الموضوع ده مش طبيعي يعني ان يطلع حاجه زي كده. والله انا لغايه اللحظه ده كمان حضرتك فاهم ما اعرفش الرد ايه يعني. بقالك قد ايه بقى؟ ثلاث ايام. الموضوع انا عصبته من ثلاث ايام بالظبط. لما اتبعت القايمه للناس اللي هتحضر المعسكر دوت مش فيهم. وقعدت للناس كلها يا جماعه لو سمحتوا عايز حقي. فوجئت ان الاتحاد الكوره ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع ده من البدايه. وهو طول ما يا كابتن طول ما في ولجنه الحكام ما كانتش تعرف كلها على فكره. هو طالما في حسبه ده معانا وده مش معانا وده يروح ده غلط طبعا يعني. يا استاذ محمد لو الكفاءه كل واحد حط في مكانه كل واحد الدنيا هتظبط. لكن المشكله كلها اللي يعني طيب. تودي الواحد اللي يبقى موجود كفاءه في المكان بتاعه عشان طب. الدنيا تنصلح في كل حاجه. انا عايز اسالك سؤال. في امين عمر مرشح يحكم نهائي كاس زامبيا تمام يوم 27 مايو تمام. طيب الغريب انه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي هي اللي مختاره يعني ايه علاقه النهائي كاس زامبيا بلجنه الحكام في الكاف؟ اللي بيحصل يا استاذ محمد ان احيانا الاتحاد الاهلي يبعت للكاف انا عايز حكم يحكم لي النهائي عندي في كاس عندي داخلي محلي وبالتالي الكاف ممكن يرشح من حكام النخبه عنده حكم يختاره وبالتالي ممكن الموضوع تم بهذا الشكل يعني. اوكي. عموما الكابتن امين عمر هيحكم نهائي كاس زامبيا يوم 27 مايو مع احمد حسام طه وسامي هلهل ومحمود ناجي حكم رابع. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمه ان شاء الله. كابتن جهاد انا بشكر حضرتك. كابتن جهاد جريشه شكرا جزيلا. يعني الحقيقه في الفتره الاخيره اتردد كذا حاجه. اولا كل فتره كده بتطلع هوجه. رمضان صبحي راح الاهلي. رمضان صبحي الاهلي عايزه. رمضان صبحي عايز يروح الاهلي بس الاهلي اللي مش عايز. رمضان صبحي هيقدم اعتذار ويرجع الاهلي. كلام كتير دايما نسمعه كل فتره دي. الجديد بقى اللي اتقال في الساعات الاخيره ان مارسيل كولر طالب رمضان صبحي في الموسم الجديد. ان هو بيقول للجنه التخطيط انا عايز رمضان صبحي. من غير ما اسال. هو طبعا في ناس يعني في المواقع سالوا يعني في الجول مثلا جاب تصريح على لسان مصدر في الاهلي غير صحيح طلب مارسيل كولر التعاقد مع رمضان صبحي. كل ما يثار في هذا الامر بعيد تماما عن الصحه. كولر من المدربين ملتزمين جدا. يعني ملتزم يعني هو بيعرف قواعد النادي ايه
وبيلتزم بيها ويعظمها. حتى في تصريحه الاخير في المؤتمر الصحفي لو تفتكروا لما تسأل طب ليه الكابتن محمد هاني الناس عايزه علي معلول، يعني على ان علي معلول تونسي وراجل بقى له سنين مع النادي الاهلي ومقدم مجهود كبير جدا الفتره الاخيره، والناس حاسه ان هو ممكن يكرم بارتداء شرط الكابتن، وان هاني لسه صغير ويقدر يبقى كابتن بعد كده يعني، على الاقل كان في المباراه اللي فاتت او حاجه. فالراجل كان رده سريع جدا، دي قواعد في النادي الاهلي ما فيهاش هزار يعني، الراجل بيقول لك القواعد في النادي الاهلي دي موروثات وقواعد اتبنى عليها هذا النادي من هديدة ما فيهاش هزار. فالموضوع اللي زي ده ما اعتقدش انه ممكن يتدخل فيه كولر، يعني ممكن كولر يتسأل سؤال ايه رايك في رمضان صبحي فنيا، وارد هيقول لك من افضل الاجنحه الموجوده في مصر حقيقي، لكن ان هو يروح يقول لهم هو عارف الازمه انا عايز رمضان صبحي وحلوا الازمه عشان انا عايز اللعيب ده بالذات، مستحيل مارسيل كولر يقول هذا الكلام، لان الراجل فاهم كويس جدا اختصاصاته ايه وقواعد النادي ايه، يعني ما بيهزرش هو في هذا الكلام. طيب عندي اخبار ممكن يعني اقولها سنة 2016 ممكن 2017 عادي 2020 عادي 2023 عادي، الخبر ده عادي جدا. عاجل الاسماعيلي يغرم صالح جمعة 50,000 مش علق يعني 50,000 جنيه بسبب عدم الالتزام بالتواجد في معسكر الفريق ليلة مباراة النجوم في كاس مصر. الاسماعيلي خسر الماتش ده 2-0 من النجوم لو تفتكروا يعني، تخيلوا لغاية النهاردة لسه صالح جمعة ما بيلتزمش وبتفرض عليه عقوبات. يعني يذكر اسم صالح جمعة دلوقتي في الاعلام فقط في العقوبات، لا في التألق ولا في التمريرات البينية ولا في الأهداف الحلوة ولا 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 ولا، وده يأكد لك ان الأهلي كان على حق لما قرر الاستغناء عن صالح جمعة. انما ده خبر ممكن بنسمعه من سنة 2016 لغاية دلوقتي، يعني بالنسبة لنا مش مفاجئ يعني. كمان هقول لكم على الكابتن او الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في ظل كل اللي بيتقال الفترة الأخيرة. عندنا رئيسين لناديين مهمين جدا استقالوا أو استقالة، السيد كامل أبو علي في النادي المصري والسيد محمد مصلحي في نادي الاتحاد السكندري، والاتنين لهم مكانة كبيرة جدا في الناديين، يعني لهم جهود سنين سابقة ولهم جماهيرية كبيرة جدا في الناديين، و الأندية الجماهيرية في ظل المعاناة المالية اللي عندهم الاتنين الحقيقة بيقوموا بدور مش معلن في القصة دي في حل الأزمات المالية لما تظهر، مرتبات بقى مكافآت دعم حاجة كل الكلام ده. الاتنين استقالوا، السيد كامل أبو علي بقى له فترة طويلة والحاج محمد مصلحي مؤخرا من وقت يمكن ماتش الباسكت اللي كان مع الأهلي في نهائي الدوري المصري بتاع الباسكت يعني. محمد مصلحي الحاج محمد مصلحي عامل التصريح بيقول استقالتي من رئاسة الاتحاد السكندري نهائية ولا رجعة فيها، وما يثار عن عودتي شائعات غير صحيحة. هو الحقيقة لما تيجي تقول محمد مصلحي يمشي من الاتحاد السكندري يعني في أزمة في الاتحاد السكندري، والمؤسسات بتدارى ورا الناس دي، يعني ازمات الاتحاد السكندري الفتره الجايه هتتفجر جدا لانها كانت مدريه ورا محمد مصلحي. لكن هتشوفوا الاتحاد السكندري ومعاناته بقى في المرتبات وفي الانشاءات، هتلاقوا مشاكل كتيره جدا 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 الفتره الجايه ان ما جاش حد زي محمد مصلحي كده مسك النادي او تراجع محمد مصلحي عن استقالته. هتقولي ده صح؟ اقول لك مش صح، بس ده الواقع بتاع الانديه الجماهيريه غير الاهلي والزمالك. طيب في القصه دي احنا شفناها في الاسماعيلي كتير، بقى لنا سنين بنشوفها في الاسماعيلي. طب في المصري تراجع بقى السيد كامل ابو علي عن الاستقاله ورجع تاني تولى مهامه كرئيس للنادي. كامل ابو علي عاد رسميا لرئاسه المصري وتفقد اليوم ارضيه الاستاد رفقه محافظ بورسعيد، غدا هناك اجتماع لمجلس الاداره لمناقشه احوال النادي واحتياجات فريق الكره. كامل ابو علي لما استقال ورجع له اسبابه، هو كامل ابو علي بيدعم النادي المصري وهو راجل مالي معروف يعني وله مشروعات ضخمه الحقيقه يعني، بس هو الراجل مش عايز فكره ان هو يظل
الداعم المستمر للنادي المصري. الراجل ازمته في ايه؟ هو الراجل عايز يعمل مشروع للنادي المصري، هو قاعد مشي بعد سنة، بعد 20، بعد 30، بعد 50، يبقى النادي المصري عنده الرافد المالي اللي يعيشه. فعشان كده لما حصل تأخر في انشاء الاستاد وانشاء مشروعات جوه الاستاد ومولات ايه ومراكز تجارية ايه وموضوعات كبيرة جدا يعني، فالراجل مشي لقى شوية كلاكيع كده، قال لك لا، كان يا عم على الدعم، ادي فلوس الدعم اهي ومرتبات الناس اهي والحاجة اهي وسلام عليكم، وخد بعضه ومشي. فلما رجع تاني الناس استجابت وبدأ الشغل فعلا. كان في تأخير في بناء الاستاد، وكان في تأخير في الاستكمال المنشآت اللي هو طالبها والمراكز التجارية والكلام ده. لما حتى المحافظ كان ليه تصريح من كام يوم عجبني الحقيقة، قال لك انا يوميا او كل كام يوم هروح ابص بعيني الحركة في الانشاءات عاملة ازاي في بورسعيد اللي خاصة بالاستاد، لان الاستاد هدم وبيتهدم وبيتبني من جديد بشكل مختلف، والقصة اللي انتوا عارفينها دي. فالراجل خلاص رجع تاني لانه هو فكره، وده فكر رجال الاعمال اللي هو انا مش هقعد اصرف طول الوقت، حتى لو عندي القدره ان انا اصرف طول الوقت، بس لازم اقدر اعمل مشروعات يقدر النادي يعيش بيها خلال الفتره الجايه. ودي مساله الحقيقه لازم تكون في كل الانديه الجماهيريه اللي هي عندها معاناه ماليه، دي مساله يعني مهمه جدا جدا جدا. في الزمالك عنده ازمه كبيره جدا. انا عايز اطمن جمهور الزمالك بس ان اوسوريو مكمل. النهارده النادي اعلن ان اوسوريو مكمل ماشي، واوسوريو مدرب، هما النادي المسؤولين عن النادي شايفينه انه مدرب كويس وعظيم، والسي في بتاعه بيقول كده، واعتراض الناس مش على انه مدرب عظيم او مدرب متواضع، هو اختلاف الناس على طريقه لعبه اللي بيأدي بيها، واللي عامل التراجع فني كبير في اداء الزمالك ترتب عليه تراجع في النتائج. لو قلت لكم الزمالك ترتيبه الكام في الدور الثاني من الدوري هتندهش. الزمالك ترتيبه السابع في الدور الثاني، مرورا بدايه بقى من فيريرا ومرورا لغايه ما وصل اوسوريو. اوسوريو لعب 5 ماتشات دوري، كسبان 2 متعادل 2 خسران 1، يعني 7 نقاط من 15 نقطه. في الدور الثاني المتصدر في الترتيب اكتر حد جاب نقاط بيراميدز 21 نقطة من 10 ماتشات. بعديه فاركو 21 نقطة من 12 مباراة. بعديه فيوتشر 20 نقطة من 11 مباراة. بعديه امبي 20 نقطة من 12 مباراة. بعديه الاسماعيلي، خد بالك مع حمزة الجمل، 19 نقطة من 11 مباراة. بعديه المصري 19 نقطة من 12 مباراة. بعديه الزمالك 18 نقطة من 11 مباراة، من 33 خسران الزمالك 14 نقطة. البنك الاهلي 18 نقطة من 12 مباراة. طب الاهلي كان التاسع، يا ترتيبه التاسع، بس الاهلي كان بقى 16 نقطة من 6 ماتشات، يعني بيراميدز لعب 10 ماتشات جاب 21 نقطة، الاهلي خسران نقطتين بس، 6 في 3 ب 18، كان اتعادل مع الداخلية 6 في 3 ب 18، فتعادل تعادل وكسب 5، فبقى 16 نقطة، يعني لو كمل العشرة زي بيراميدز طبعا هيتصدر كل الكلام ده. فالزمالك ترتيبه في الدور الثاني متراجع جدا. طيب اللي عايز اقوله ايه؟ ان طريقة اللعب اللي بيلعب بقى اوسوريا عاملة تراجع فني. تراجع فني يعني تراجع في النتائج، وتراجع في النتائج مش بس بيعمل احباط للجمهور او للعيبة او للنادي، في وقت النادي محتاج ان هو يعني الكرة برضو بتنعش، يعني لما يكسب ماتش او بتاع، يعني لما الزمالك كسب اسوان الجمهور حس ان بدأ، حتى الاعلام ان الدنيا بدأت تظهر تاني والفرقة بدأت تكسب والناس كلها اشادت واشتغلت على كده. تفاجأ بعد كده بماتش الاسماعيلي الزمالك يخسر، ثم مباراة الداخلية الزمالك يتعادل المباراة الاخيرة. فكان الاعتراض على طريقة اللعب مش على ان المدرب كويس او مش كويس، ممكن يبقى اعظم مدرب لكن طريقه لعبه لا تناسب الزمالك دلوقتي او اللعيبه الكواليتي اللي موجود. حتى كل المحللين تقريبا من داخل النادي المنتمين لنادي الزمالك ليهم اعتراض على طريقه اللعب. الزمالك النهارده اعلن التمسك بالمدرب، هل حصل كلام وده الافضل؟ يعني اذا حصل كلام انك تاجل افكارك المتطوره دي لغايه ما نجيب اللعيب بالكواليتي اللي يتناسب مع الطرق بتاعتك دي يبقى هايل جدا. بس خد بالك في نقطة الزمالك لازم يكون فاهمها كويس جدا،
يعني لازم يكون في تارجت، مهما كان في تراجع في المستوى لازم يبقى عندك سقف او حد ادنى للتراجع، وعندك تارجت لازم تبقى عايز تحققه. تبقى انا عايز اقول ايه، عايز اخد افريقيا، طب التارجت ده راح، يبقى انا عايز اخد الدوري، طب التارجت ده راح، طب عايز اخد الكاس، طب ما خدتش الدوري، طب عايز ابقى تاني الدوري عشان اروح بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا، حتى لو التارجت ده راح، طب عايز ابقى في المربع ازاي عشان على الاقل العب كونفدراليه، وهكذا. لازم يبقى في تارجت واضح للعيبه يلعبوا عليه، انك تلعب على المركز التاني عشان تروح دوري ابطال افريقيا. انت عارف ان انت تروح دوري ابطال افريقيا اهميته مش ان انت بس تشارك في دوري ابطال افريقيا، ده خد بالك الزمالك عنده مشكله كبيره جدا اذا كان عنده طموح زي الاهلي يلعب كاس عالم للانديه. شوف الاهلي لعب كاس عالم للانديه كم مره، شوفوا كتير، وميداليات برونز وسيمي فاينل وريال مدريد وده يعني بص الاهلي بيعمل ايه. الزمالك اللعيبه بتاعته مش فاهمه ان انت لو ما شاركتش السنه الجايه في دوري ابطال افريقيا عشان تكسبها، عشان لما تكسبها تلعب كاس العالم 2025 اللي هي 32 نادي، الفرصه الوحيده ليك انك عشان تلعب الوقت لكاس العالم للانديه اخر سنه بالنظام القديم هي السنه دي، ثم هتنتقل للنظام الثاني اللي هو 32 نادي في 2025 بعد كده يعني. طب 2025 دي 32 نادي، طب اللي بعدها امتى؟ ما انت لو ما لعبتش سنة 24 وكسبت البطولة بتاعت دوري ابطال افريقيا مش هتشارك في كاس العالم 25، ده طبيعي. طب بعد كده هتبقى كاس العالم كل اربع سنين، هتلاقي نفسك انت عشان تنافس على كاس العالم اللي بعديها محتاج تقعد ل 2029. وحلني حل بقى، فانت بتتكلم هل لعبت الزمالك فاهمه كده؟ يعني هل فاهمه ان انت عندك تارجت لازم تشتغل عليه، وانك تاخد تاني الدوري مش عشان خاطر بس انك تبقى تاني الدوري بالنسبه لمكانه الزمالك ولا حاجه، انت الزمالك او الاهلي يكسب ودوري يبقى خسر يعني ما مش امله يعني، لكن التاني ده بيأهلك لدوري ابطال افريقيا اللي المفترض يبقى عندك احساس وغل انك تلعب كاس عالم، لان انت لو ما لحقتش تتأهل للسنه الجايه ولعبت كاس عالم هتقعد ل 2029، لان كاس العالم من 25 يبقى كل اربع سنين للانديه، تخيل بقى. فطبعا الكلام ده هل اللعيبه فاهماه؟ هل اوسوريو نفسه فاهمه؟ يعني هو بيطبق طريقه لعب، بتعمل تراجع في الاداء، وتراجع الاداء يعمل تراجع في النتائج، تراجع في النتائج يعمل تراجع في مركز الفريق في الدوري، ما كل ده بيترتب عليه حاجات وحاجات وحاجات وحاجات. دي نقطه. النقطه الثانيه، اتحاد الكوره لازم يشوف حل، وده اللي قاله الحقيقه اللي هو ثروت سويلم في مساله القيد بتاعه الزمالك. اذا كان هيجيب صفقات جديده الزمالك للموسم الجديد، القيد هيتفتح 1/8، الدوري هيخلص نص 7، الدوري لكل الانديه، والاهلي يمكن يمتد 10 ايام ولا حاجه. طيب الماتشات المؤجله بتاعته يعني ممكن تقعد ل 25/7 22/7 وفق اللي احنا عرفناه، لكن الزمالك عنده بطوله عربيه، البطوله العربيه دي تبدا من 20/7 ل 6/8، والزمالك في البطوله العربيه المجموعه مش سهله، انت بتتكلم فيها نادي الشباب السعودي، فاكر كريستيانو رونالدو، نادي النصر، انت بتتكلم في مجموعه صعبه جدا، وده الزمالك في الاخر. احنا هنا ممكن احنا عارفين هنا تفاصيلنا، تراجع حصل ايه واللعيبه مستواها ايه وتغييرات فنيه وجزء. بس لما يروح يلعب في البطوله العربيه في السعوديه في كاس الملك سلمان، الناس هتتعامل مع الزمالك الزمالك بهيبته بمكانته بتاريخه بقيمته، ما عندهمش تفاصيلنا احنا. فعشان كده الزمالك هيبقى محتاج للتدعيم في البطوله العربيه، وعشان يحصل تدعيم واللعيبه الجديده اللي هيجيبها النادي تشارك لازم يتأيده. فاتحاد الكوره هيعمل ايه؟ ثروت سويلم قال، اللي هو ثروت سويلم عضو الرابطه، وهو برضو مش في اتحاد الكوره، قال لك انه في تحركات من اجل ايجاد حلول لمشكله قيد لعيب الزمالك، هناك تنسيق خاصه مع قوه البطوله، ويجب دعم الفريق الابد فيها، ولا يجب اعتبار ذلك مجامله للزمالك. طبعا ده مش مجامله، لكن عايزين نعرف هتتعمل ازاي من الناحيه القانونيه، او السيستم بيتفتح ازاي وهتعمل ازاي. اتحاد الكوره مهم جدا من بدري من دلوقتي يشتغل على الفكره دي، لانه الزمالك لما هيشارك في البطوله العربيه مشاركه مش سهله. عندك النصر السعودي والشباب السعودي فرقتين جامدين جدا، لازم يكون الزمالك مدعوم بصفقاته الجديده. معايا كابتن عفت نصار نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر
الاسبق. كابتن عفت مساء الفل. مساء الفل يا استاذ شبان حبيبي، ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، الحمد لله. لك تعليق على النهارده الزمالك اعلن ان اوسوريو مكمل ومفيش مشاكل وان هم يعني بيثقوا فيه، وانا حتى قلت انه هو ما حدش شكك في اوسوريو كمدير فني، لكن هو كان كل التعليق او الانتقاد لطريقه اللعب في المرحله دي اللي بتؤدي لتراجع النتائج والترتيب الجدول وكل الكلام ده. اتفضل يا كابتن. اوسوريو سي في كويس قوي. تمام. مرة منتخبات، ممرنش في المنطقة بتاعتنا. بس منتخبات كبيرة. ممرنش في المنطقة بتاعتنا. ظروف وحشة، جه في وقت ما فيش سكواد كويس. هو ليه طريقة لعب معينة. وفي اغلب يعني في اغلب المديرين فنيين بيبقى ليهم طرق لعب معينة. انما في مديرين فنيين بيتجاوبوا مع الامكانيات اللي موجودة. بمعنى ان مثلا الماتشين مثلا اللي قبل ما يمسك اللي مدحت مسك فيهم، مدحت لعب بالامثل الامثل فكسب ماتشين. مش عايز اقول كان بيلعب مع مين ومع مين، انما في دايما لا ما فيش مين ومين، لان الزمالك حتى تعادل مع الداخليه بالظبط. يعني اكيد اللعب معهم كابتن مدحت كانوا فرقتين اقوى يعني. فبتكلم ان وعلى فكره انا اسف للمقاطعه كابتن عفت، مش بس كابتن مدحت، لو انت تتذكر السنه اللي فاتت فيريرا اول ما جه غير طريقه اللعب بعد كام ماتش، لعب بثلاثه سردباكات لو تفتكر. ايوه فاكر انت محط المسلوسه كانت فكرته على اليمين، وحط حسام على الشمال والونش في القلب، وقام حاطط نيمار ناحيه اليمين وفتوح ناحيه يعني اقصد قفل لما لقى عنده بعض المشاكل. اوساريو ما عندوش، مع ان دي مش طريقته يعني. فيريرا المره اللي قبليها مع الزمالك كان بيلعب 4-3-3 عادي. اوساريو ممكن ينجح على المدى الطويل، بس هل الجماهير تستحمل ده؟ وعلى فكره بشكر ليو ساراتس ويلم، انا طلعت معاك على فكره من 3 اسابيع فاتوا، قلت لك ان نادي الزمالك عشان يلعب البطوله العربيه بالسكواد دوت صعب، دي كارثه. حصل. ولازم المسؤولين عن الرياضه في مصر يعملوا اي حاجه ان نادي الزمالك يلعب ب يعني باضافات، وده عن طريق الاتحاد المصري ورابطه الانديه. مزبوط. وده ممكن على فكره في ايديهم، وحصلت قبل كده ان ممكن زي ما بيبقى في حلول لبطولات افريقيا. على فكره يا كابتن، اصل انت عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل الانديه المشاركه في البطوله، الانديه الكبيره كمان كلهم جابوا، هيبقى نفس المشكله، لان الكل لا. القيد بتفتح 1-8 في كل الدنيا. لا في يعني انا اغلبهم، لان انت لو شفت مثلا في تونس او في المغرب في تعاقدات دلوقتي للبطولات القادمه، معنى كده ان هم هيعملوا تعاقدات ليهم قبل البطوله العربيه. ما هو كابتن يعني ده منطقي ليه حضرتك؟ انه ان انت في الثلث الاخير من 7، مظبوط؟ انا فاهم، فمؤكد ان انت عندك لعيبه هتمشي، يعني انت يعني انت عقود انتهت والدوريات خلصت، فاكيد كل الانديه زي النصر والشباب والزمالك وكل الانديه المشاركه فيها لعيبه محترفين هتمشي، وهو في لعيبه هتيجي، فالمنطق كده. والبطوله كمان ما عدا استثنائي، فلازم كمان القيد يبقى استثنائي. بالظبط كده. وكمان عندنا النادي الوحيد اللي هيبقى ليه مع اللي مشارك الدوري. هو الزمالك النادي الاهلي اللي هيبقى ليه حوالي 9 مباريات مؤجله لسه، ويكون الدوري خلص، يعني كل الفرق تكون خلصت الدوري، والاهلي ليه 9 ماتشات. لا يا كابتن، هيكون ليه 3-4 بس مش 9. لا هيكون ليه 9، هتشوف، لان الاهلي هيلعب الثلاثة بس دولت، وهيستنى لغايه اخر وقت هيلعب. لا المواعيد يا كابتن اتعملت المواعيد، والله بص يعني بص، هو الاهلي هيرجع تاني يلعب من يوم هيبتدي تاني الاهلي ماتش مثلا العوده بتاع دوري ابطال افريقيا يوم 11. طيب بعد كده المنتخب هيلعب يوم 14 مع غينيا. أيوة. ثم من يوم 17 الاهلي متاح يلعب لغايه 15/7، فانت بتتكلم في حوالي 26-27 يوم يقدر يلعب فيهم 7-8 ماتشات. وانا بقول لك لو الاهلي ما عملش نتيجه كويسه مش هيلعب ولا مباراه. الايه؟ لو الاهلي ما عملش نتيجه كويسه في المباراه الاولانيه مش هيلعب ولا مباراه. يعني بس في الاخر يا كابتن اقصد مش هتفرق. يعني عندنا في مصر كل شيء متاح. طالما هم بيقدروا يعملوا الحاجات دي يقدروا يعملوا. بس يا كابتن المؤجلات اتحددت يا كابتن. طب انا هقول لحضرتك اهو قدامي. انا اتحديتك قبل كده على فكره. طب بس انا هقول لك قدامي، بس ثانيه واحده. اتفضل. انا بكلمك بالورق الاعلام اتحاد الكوره. وانا يعني في ما انا هقول لحضرتك كل الكلام ده. كل الكلام بص اول السنه بص المؤجلات هقول لك اهو.
المؤجلات الزمالك وطلاع الجيش الاسبوع 23، حرس الحدود والاهلي الاسبوع 16 هيكون يوم 22 يونيو، فيوتشر والاهلي الاسبوع 24 هيكون يوم الاحد 2 يوليو، الاهلي والاسماعيلي يوم 5 يوليو، الاتحاد السكندري والاهلي يوم 8 يوليو. اهو اعلنوا لغايه 8 يوليو المؤجلات. استاذ شبانه، استاذ شبانه، انا بقول لك، انا بقول لك قبل كده، اول السنه، اول السنه حضرتك طلعت وقلت وانا كنت معاك، بتشكر 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 لجنة الأندية اللي قالت إن مفيش تأجيل لأي مباراة مهما كان ومهما حصل، بقى في تأجيلات زي ما أنت عايز. أنا بقول لك دلوقتي قلبك أسود بقى. لا لا، أنا بقول لك دلوقتي أهو، بقول لك لو الأهلي ما عملش نتيجة كويسة في المباراة الأولانية هيتأجل له كل المباريات. هصدقك لو دي ما أعلنتش، بس ده أعلنوا. أنا بقول لك هو قبل كده ما كانش أعلنوا، ما كانوا أعلنوا برضه. لا بيعلنوا ثلاث أسابيع، ثلاث أسابيع. عندنا كل حاجة مطاطة. طيب ماشي. بص كل حاجة مطاطة، فعادي يعني. طيب. كل التوفيق للنادي الأهلي طبعًا. أنت عايز بيمثلنا كلنا، بيمثل مصر وكل حاجة. إنما أنت يعني عايز تقول إن الزمالك هيكون خلص الدوري 15/7؟ بالظبط كده. وبعد كده فافتح له القيد تقصد؟ بالظبط كده. يعني الزمالك لو اتعاقد افتح له القيد، ايه المشكله؟ ما انت بتعمل استثناءات كتير، فاعمل استثناء للنادي الكبير دوت اللي بيعاني دلوقتي، وبعدين مش بيلعب لنفسه بس. اللي انا شايفه يعني أيوة. الفيدباك اللي جاي لي كمان من اتحاد الكوره، حتى بعيد عن تصريح الكابتن ثروت سويلم، ايوه، ان هم بيشوفوا حل في القصه دي. حل يعني هيفتحوا يعني بيشوف يعني هيفتحوا يعني. انا بقول لك بس المهم الزمالك يعمل صفقات يا كابتن مناسبه، ده المهم. ان شاء الله، ان شاء الله. بس عارف لمجرد بس ان اتحاد الكوره يعمل حاجه لمصلحه الزمالك. الزمالك بيشارك باسم مصر في البطوله العربيه يعني، ما فيهاش هزار. وانا بقول لك مجموعته كمان ما فيهاش هزار يعني. مجموعته هي اسمها بطوله عربيه، فاحنا بيجي لنا احساس كانها بطوله عاديه. لا يا ريت يا ريت يا ريت هم ياخدوا بالهم ان نادي الزمالك نادي جماهيري كبير. ايه؟ ليه اسم. نادي الزمالك بيمثل مصر. النصر يا كابتن السعودي فريق كبير دلوقتي، كل الانديه كبيره. كريستيانو رونالدو الشباب طبعا فرق كبيره، كل الانديه وكلها انديه كبيره. بس انا بقول لك ان اتحاد الكوره هيفتح للزمالك البطوله العربيه دي. البطوله العربيه دي بطوله قويه جدا. انت بص، انت لو بصيت للبطولات الافريقيه هتلاقي الدول العربيه هي اللي بتوصل النهائيات باستثناء نادي او اي حاجه. انما بص للبطوله العربيه هتلاقي هم ابطال اسيا، الابطال افريقيا. يعني هي اقوى من البطوله الافريقيه؟ اقوى طبعا، اقوى كانديه، اقوى كانديه موجوده دلوقتي. يعني انت لو حسبت الانديه، الهلال السعودي بطل اسيا، الوداد وصل نهائي افريقيا، انت بتلعب قارتين يعني. بس الاهلي اقوى فريق عربي مش موجود. الاهلي على عيني وعلى راسي ويشرف اي حد، انا ما عنديش مشكله. بس نفسي ما اعرفش الوداد موجود ولا لا. هو الوداد موجود؟ ما اعرفش والله. انا نفسي ان نفس الحماسه اللي بنتكلم بيها للاهلي دي نتكلم بيها للزمالك. ما هو يا كابتن انا بقول لحضرتك احنا بلا استثناء يعني، احنا بلا استثناء. لا احنا عملنا يعني زي كده، سالنا ناس في جوه الاتحاد اكدوا ان هم في طريقهم لان شاء الله فتح القيد للزمالك قبل البطوله العربيه. انت عارف والله خد بالك ده منطق يعني. بعيد حتى عن زمالك او اهلي. لا انا هقول لك على حاجه، بس انا نفسي والله العظيم الاهلي يكسب عشان نفسهم تبقى مفتوحه ويشجعوا الزمالك يلعب في البطوله العربيه ويقولوا له الصفقات الجديده. لا يا كابتن اصل انا بعيد بعيد عن زمالك او اهلي. المنطق بيقول ايه؟ ان انا الزمالك اكيد اكيد مع نهايه الدوري يا كابتن في ناس هتمشي يعني، مش اقل من 10 لعيبه هتمشي يعني. كده كده انا هروح البطوله العربيه ناقصني على الاقل المحترفين اللي همشيهم. اذا كان عندي صفقات محليه همشيها، فلا يمكن هيكتمل ده مستحيل يعني، ما فيهاش هزار. بعيد حتى على الاضافات يا كابتن، ده وكل الانديه كده يعني. النصر السعودي عنده لعيبه كبيره ومحليه او دوليه، مش هتمشي. والله انا بحييك النهارده، والله بحييك قوي والله العظيم يا كابتن. انا طول عمري بتكلم بمنطق، بس انت اللي بتسمعني حسب كيفك. لا والله العظيم اصل المنطق ده. بص انا براهنك من دلوقتي، لو الاهلي عمل نتيجه كويسه هيلعب، الاهلي ما عملش نتيجه كويسه مفيش دوري، مفيش. يا كابتن لا يا كابتن، يا كابتن عارف والله العظيم. انا انت عارف انا بص انا لما بكلمك انا بكلمك كده بعقل واتزان بتقول كلام زي الفل. اول ما بتقلب اول ما بتقلب طب اقسم بالله العظيم انا يا كابتن اصل قدام ده اعلن يعني. أيوة الكلام ده لو لم يعلن كده هو هقول لحضرتك على حاجه يعني. هيجي الاهلي مثلا يا كابتن يقول لك يوم 22 مش لاعب، مش هلعب.
ازاي يا كابتن؟ عندي اصابات. لا يا كابتن. محتاج اللعيبه بتاعتي. لا يا كابتن. محتاجها في ايه بعد كل البطوله خلصت؟ لا محتاج اخاف عليها في الدوري لا يجرى لهم حاجه. لا يعني خلينا يعني الطلب اللي حضرتك بتقوله خلينا في الخير. انت دلوقتي بتطالب بفتح باب القيد للزمالك ان شاء الله قبل البطوله العربيه واحنا معاك في ده. للمره العشرين في خلال شهرين. انا معاك في ده، لكن انا بس انا اخر حاجتين قبل ما نختم. اتفضل. انت مع النهارده الزمالك قال ايوه ان هم مجددين الثقه في اوسوري وانه مكمل، هل انت يكمل بنفس دماغه ولا انت متوقع ان الاداره تكون قعدت معاه وقالت له على الاقل في هذا التوقيت تلعب اللعب الطبيعي بتاع الزمالك لحين ما نجيب صفقات ونغير ونجيب كواليتي مختلف يناسب؟ لا مش الاداره اللي تقعد معاه، الاداره لجنه الكوره اقصد يعني لجنه الكوره مثلا لجنه ومش لجنه الكوره كمان، المفروض الاثنين المساعدين اللي موجودين يتكلموا معاه ان في امكانيات فروق فرديه مساعد المدرب وامكانيات لعيبه عن اوروبا او عن الحاجات اللي هو كان بيمسكها قبل كده مع اللعيبه دي. تمام. يعني اللعيبه عندنا انت توقعك ايه بقى؟ ان هو مثلا بكره في ماتش الدراع جيش يوم الثلاث مثلا مع الزمالك هيغير؟ هيلعب بالطريقه الطبيعيه بالظبط كده. تمام. طب يعني انت مش معايا بقى ان اللعيبه مش فاهمه ان هم لو ما كفحوش للمركز الثاني، وانا الكلام ده بقوله على فكره بقالي اسبوعين، انك مش هتلعب افريقيا فيبقى طموح حتى انك تشارك في كاس عالم وهيتاجل ل 2029؟ ما حدش يعرف الكلام ده. بص يا شباب انا هقول لحضرتك على حاجه. انا زملكاوي. النهارده كان في مؤتمر انا اتشتمت فيه ماشي، كبر دماغي. انما انا بفكر في ايه برضه، كل ده مش فارق معايا انا شخصيا. يعني انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على نادي الزمالك. بتتكلم على نادي الزمالك بالظبط. نادي الزمالك محتاج طفره انسانيه. طفره من الناس بتوعه. طب الكبار بتوعه المفروض يبقوا على قلب رجل واحد الفتره دي، لان في خلال كام يوم هيبقى في حاجه كبيره في النادي، فاتمنى ان كلهم يتعاونوا بسرعه وكلهم يفكروا دلوقتي في اللعيبه اللي المفروض هتيجي، لان عندنا بطوله. انا هكلمك على اللعيبه اللي هتيجي، بس انا معايا بقى الناحيه الثانيه المتزعم. أيوة. للموضوع اللي انت عايزه. مين اللي هو ثروت سويلم عضو رابطه انا بشكره. انا بشكرك يا ست اللي هو ثروت، وبجد يمكن من المرات القليلة جدا اللي بحس ان في حد كان مسؤول في اتحاد الكورة وعضو لجنة بيفكر في نادي الزمالك. بس هو مش هو بيتكلم في صالح عام بشكل عام، والراجل مش عشان خاطر برضو بشكره انها حتى جت كده، لان تمام. ما حصلتش قبل كده. تمام سيادة اللواء، خليك معانا كابتن عفة برضو عشان تشاركنا. سيادة اللواء ثروت سويلم مساء الخير. مساء الخير ست النايب، عامل ايه؟ ازيك يا معالي النايب؟ كله تمام والله الحمد لله. وحشنا والله. الله يخليك. الكابتن عفت طبعا بيسلم عليك. طبعا تحياتي الكابتن عفت نصار طبعا. معالي النايب، يعني احنا شفنا تصريح حضرتك بتقول انه هتسعوا لفتح القيد للزمالك قبل البطولة العربية، وده منطق لانه الزمالك هينهي موسم، واي نادي هيشارك في البطوله العربيه هيبقى نهى الموسم برضه في بلده، وبالتالي عندك اللعيبه اكيد هتمشي، يعني عندك صفقات اجانب مثلا يعني عقودها بتنتهي فاكيد هتمشي، عندك لعيبه محليين اكيد برضه هتمشي، فانت محتاج تدعيم بجانب التدعيم الطبيعي تقوي نفسك قبل البطوله. مش ده المنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه؟ خالص والله يا كابتن محمد، الموضوع ما جاش كده، واحنا بنتكلم ما بنتكلمش عن نادي الزمالك وما بنتكلمش عن النادي الاهلي وما بنتكلمش، احنا بنتكلم على نادي هيمثل مصر الكره المصريه. مظبوط طبعا. والبطوله العربيه دي بعيد عن اسمه يعني. البطوله اللي جايه دي هتبقى ليها شكل مختلف، بطوله قويه، بطوله ليها قوه مختلفه. ده الزمالك يا كابتن معاه النصر بقياده كريستيانو رونالدو ومعاه الشباب. مجموعه صعبه جدا. فكان سؤال الكابتن ميدو ليا، فقلت له اكيد لازم تبقى انت عارف، هو في ناس معتقده ان الكابتن عامر حسين متشدد او في توجه ليه ان ما يبقاش فيه فتح قيد وكده. انا بقول له لا، الكابتن عامر على قد ما هو متشدد لتنفيذ اللوائح، على قد ما هو برضه اي نادي بيشارك في اي بطوله بيبقى فيه تقدير أفريقي. لموقف خالص بيبقى فيه تقدير وعرفي. اقصد تقدير للموقف يعني بيبقى موجود. يعني عايز اقول لك يا كابتن محمد ان في دعم لاي نادي مصري بيشارك في البطوله الافريقيه او تمام. عربيه. فانا ده وجهه نظري، وبالتالي كرابطه وكاتحاد كوره انا متاكد، كنت بكلم مع الاستاذ جمال علام في الموضوع ده، ان لو في اي حاجه هتبقى دعم لاي نادي من مصر بيشارك في بطوله هيحصل.
امتى بقى فتح القيد او الكلام ده كله شغلهم. ده شغلهم. لكن زي ما كابتن عرفت بيقول الزمالك في منحه. طبعا في منحه. لكن انا اهلاوي وبقول دايما انا في منحه. تقصد محنه يعني؟ لكن محنه. في محنه. تمام. في محنه. فلكن انا بقول من مصلحه مصر والكره المصريه ان يبقى الزمالك يعني يعدي المحنه دي وقوه الدوري المصري ويلعب بلاعبته كامله يعني. ما هو في الاخر اللعيبه دي هتعاقد معاه للموسم الجديد فيلعب بهم بشكل كامل يعني. انا بكلمك برضو سياده النائب. انا بكلمك ان القصه كلها ان محنه الزمالك دي بتاثر على الكره المصريه. يعني انت مش موضوع انك اهلاوي وزملكاوي. لا انا بكلم على الكابتن ميدو بيستوجب على اتحاد الكوره او الرابطه او اي حاجه انه دعم اي نادي عشان هيشارك في بطوله. طب انت سبت اللي هو سالت يعني سالت في او كدردشت يعني مع الكابتن جمال علام حضرتك بتقول؟ اكيد طبعا اكيد. وقال لك هيشتغلوا على كده. والاستاذ جمال علام هو حريص برضو على دعم الفرق المصريه ومجلس اداره اتحاد الكوره كله. يعني انا مش عاوز الناس تفتكر ان في موقف من اتحاد الكوره او من رابطه ضد الزمالك او ضد اي نادي. مش هيحصل. الكلام ده مش موجود يعني. وده منطق لان البطوله كبيره وقويه ومعادها استثنائي خد بالك يعني. صح. فطبيعي ممكن يحصل اجراء استثنائي عشان يواجب الميعاد الاستثنائي. واحنا بالذات الدوله الوحيده اللي الدوري هيتاخر عندنا فبالتالي يستوجب ان يبقى في تدخل عشان يبقى في برضه دعم. طب انت توقعك يبقى ازاي؟ هل تتفتح القيد مثلا من يوم 20 ولا تفتح القيد باستثناء؟ يعني انا برضو عشان الموضوع ده برضو فيه. لا بخبراتك كحضرتك كنت مدير تنفيذي للاتحاد الحاجات دي بتطبع فيها ايه يعني؟ الحاجات اللي زي دي بتبقى محتاجه تدخل ومحتاجه يعني دراسه معينه لان في الاول وفي الاخر ده قيد وسيستم مرتبط باتحاد دولي واتحاد افريقي. هل بتطلب بقى استثناء من الفيفا عشان السيستم يتفتح ولا عشان إيه؟ عشان كده بقول لك هم في حرص في يعني في اجراءات اقصد بتسبق الكلام ده؟ اكيد طبعا. وبقول لحضرتك اكيد في حرص من الاتحاد ودايما خلي بال حضرتك في المواضيع اللي زي دي بيتدخل فيها الكابتن هاني بوريده عشان يدعم اتحاد الكوره في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. كل مشاكل خلي بال حضرتك لازم يبقى حريصين وكل الناس عارفه كده ان الكابتن هاني في المواقف اللي زي دي اللي بتحتاج تدخل وموافقه اتحاد دولي او اتحاد افريقي بيتدخل. خد بالك هاني بوريده بيعمل حاجات مش معلنه. اكيد طبعا. الناس مش عارفه. الناس مش عارفه ومش عارفه الدور اللي بيعمله لمصلحه الانديه المصريه والمنتخبات المصريه. مظبوط. عشان كده بقول لحضرتك الموضوع ده مجال نقاش ومجال دراسه لان وانت متوقع انه يتحل عشان برضو الناس تبقى يعني انا بنسبه كبيره ان شاء الله هيتحل. لان انا شفت الاستاذ جمال علام حريص جدا على انه هو يدعم فريق مصري في البطوله العربيه لان البطوله زي ما حضرتك قلت كده بطولة استثنائية وهتبقى حاجة مختلفة عن أي بطولات قبل كده. تمام. أخيرا أنا مستني الحفلة. إن شاء الله. ما احنا هو لسه ما تحددش لأن أنت عارف زي ما قلت لحضرتك. قلت لي آخر الشهر. أنا قلت لحضرتك برضو إن المنتج ده أو اسم الدوري هيبقى فيه شركة كبيرة فلسه لحد دلوقتي. لسه بتكملوا المفاوضات والاتفاق يعني. لكن هتبقى طبعا لازم تبقى منورنا ومشرفنا طبعا. حبيبي. معالي النائب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. النائب ثروت سويلم عضو رابطه مجلس رابطه الانديه المصريه المحترفه. كابتن عفت انت لسه معايا معلش طولت بس عشان تبقى سامع. في كلام مش مظبوط. كلام مش مظبوط. ليه ده الراجل بيقول كلام زي الفل؟ ان الاتحادات اللي بتحدد بدايه الموسم طبقا للدوري بتاعها مش الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ليه مواعيد بترسل فيها. ما قالش الافريقي. الاتحاد الافريقي بيرسل. هو الراجل ما قالش الافريقي. هو بيقول ان الموضوع ده الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. لا هو يقصد يا كابتن اولا هم ما لهمش دعوه بالجزئيه دي. لا يا كابتن انا بص انا هم ليهم المواعيد الخاصه بالبطولات ان يكون الفرق. ايوه بس دلوقتي القيد يا كابتن مرتبط بسيستم مع الاتحاد الدولي دايركت مع اللي هو اسمه اللي هو تي ام اس. انت بتطلب أيوة. من الاتحاد الدولي اذا أيوة. كان مجرد طلب بس. ما هو ماشي. ما الراجل بيقول لك هيقوم امتى ومش امتى دي واحده. يعني ما قالكش امتى ومش امتى. مش انت بتطلب استثناء يا كابتن؟ لا انت في الوقت ده انت لو قلت هفتح دلوقتي 1/7 القيد الاتحاد الدولي بيقول لك سمعا وطاعة ابعت بس. لا يا كابتن لازم تقول له ليه. ما انت لما تفتحه 1/8 هتقول له ليه؟ لا 1/8 ده العالم كله. لا مش العالم كله كل الدنيا احنا
يا استاذ شبانه، بدليل ان احنا بنيجي في البطولات افريقيا في فرق بتبقى بتلعب قبلنا بقالها كام شهر واحنا لسه الدوري امبارح. ما ايوه ده بيبقى معروف دورياته كده كده مستثناه. امال انت بتبعت ليه؟ طب انت بتسير كاتحاد مصري زي الدول الطبيعيه. 1-8 السنه اللي فاتت بعت لي الاسماء بتاعت الفرق اللي بتلعب في افريقيا في شهر 7. ما هي يا كابتن انت بتطلب استثناء، ما الراجل قالك هنعمل. أيوة ده الراجل ما اتكلمش، الراجل بيقول لك اتفق مع الاستاذ جمال. أيوة علام واتفق كده. الحاجه اللي بعد كده ان اللوائح في الاتحاد بتتغير، واعتقد ان معالي النائب كان موجود في الفتره اللي كان كل الانديه ما هو ما اتكلمش الراجل قالك هنعمل. انت أيوة انت زعلان، انت زعلان ليه؟ لا مش هنعمل، لا يعني هو بيقول لسه هنشوف. لا انت يعني لا ما يا كابتن مش دي يا كابتن قرار، وفي مجلس للاتحاد وفي لجنه شؤون اللاعبين هتشتغل وفي سيستم. اي حد او لو الاتحاد ده رفض ان مش هيرفض يا كابتن، الراجل قالك هيتم. ما انا بقول لك ان الموضوع ده يتم، اعتقد ان الناس دي يعني بتهزر، الامور تختلف. طيب لكن لو تم تقول لهم شكرا. لازم اقول شكرا. تمام. لان حصل قبل كده ان احنا غيرنا اتفقنا، ما احنا اتفقنا في نص الموسم. ماشي. غيرنا السيستم في نص الموسم. خلاص انا اتفقنا آه. لو تم تقول لهم شكرا. طيب طبعا لازم اقول شكرا. انا بس الاهم من ده يا كابتن مش فتح. أيوة. القيد الاهم برضو الزمالك هيقيد مين؟ يعني في دلوقتي في 4 لعيبه او 5 لعيبه موجودين خلاص. مزين قولهم لي. نقولهم محمود علاء. محمود علاء راجع. ايوه اوباما راجع. كويس ماشي. حمدي علاء راجع من البنك الاهلي. ثلاثة. ادي ثلاثة هم كده كده اولاد الزمالك. ايوه ما انا بقول لك يعني دولك اضافه كويسه. تمام. في دلوقتي في طبعا يعني في ثلاث لعيبه ثاني موجودين في الدوري. اعتقد الانديه بتاعتهم ممكن مع الامور دي تخلص الايام دي. مين بقى؟ لما يخلصوا انا في كلام على محمود حماده من فاركو. ده واحد وفي مهاجم. في كلام عن جون ايبوكا ممكن يرجع على الزمالك. غيره لا في مهاجم تاني كويس. بس الكابتن حلمي طولان قال اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. والله كابتن حلمي انا هتتكلم على كابتن حلمي؟ كابتن حلمي ده كابتني واخويا الكبير. اه الخبر يا جماعه تصريح كابتن حلمي. ايوه انا عارف هو اخويا الكبير بس لما يجي يعني انا اسف يعني كابتن حلمي اولا النادي ام بي ده مش بيتك انت. هات يا ابني تصريح الكابتن حلمي طولان. انا سمعته، انا جبته وسمعته. انا بقول لك لا، انا بقول له نادي ام بي ده مش بيتك، حضرتك جاي بتقضي مهمه. لو مجلس الاداره وافق وانت مش موافق. كابتن حلمي مش في ام بي، كابتن حلمي في سيراميكا. في سيراميكا لو النادي وافق وانت ما وافقتش، لا النادي هيعمل اللي هو عايزه. فكان تصريح خبك يعني. يلا يا شباب انا بعت الخبر دلوقتي. ايوه انا عارف، انا بقول لك انا عارف، بس انا زعلان من كابتن حلمي لان احنا محتاجين نتضافر يا كابتن حلمي يعني. ايوه بس في الاخر هو يا كابتن وانت يا كابتن كابتن عفر، انت لو حضرتك دلوقتي مدير فني لسيراميكا بس. ايوه وجون ايبوكا النادي قال لك انا عايز احتفظ بيه، هتقول له لا والنبي اديه للزمالك؟ لا النادي مش كابتن حلمي، النادي. طيب عشان كده انا بقول لكابتن حلمي حضرتك وقت وبتمشي، فليه تخسر جمهور الزمالك؟ انا زملكاوي بس اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. لا هو ما بيقولش انا زملكاوي، هو بيقول مش محتاج يقول كابتن حلمي. هو عفت نصار محتاج يقول ان هو زملكاوي؟ لا بس انا كان نفسي يعني هو يعني خانوا التعبير، اكيد خانوا التعبير طبعا. انا واثق من كده لان انا عارف كابتن حلمي زملكاوي كبير جدا وبيحب النادي قوي، بس خانوا التعبير. انما كلنا اولاد النادي وكلنا نحب نقف جنب النادي واحنا في اي مكان، لان انتمائنا واصلنا نادي الزمالك. كابتن حلمي ملوش حد خالص. كابتن حلمي راجل زملكاوي اصيل زيك كده، ومحدش هيزايد على زملكاويته. لا يا كابتن هو يقصد ان الراجل ده اللعيب ممكن يبقى موجود في سيراميكا والنادي بتاعه عايزه، ما يقدرش ان هو يفرض على النادي انه يمشي. عموما دي نوايا مش هنخش فيها، لكن لحد هيزايد على كابتن حلمي وزملكاويته ولا عليك انت كعفت نصار وزملكاويتك. كابتن عفت شرفتنا ونورتنا. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا ده كابتن عفت نصار، وطبعا كابتن حلمي طولان زي ما قلنا لا احد يستطيع ان يزايد على زملكاويته نهائيا يعني. طيب احنا ممكن على فكره عايز اقول لكم على حاجه قبل ما اطلع الفاصل، بس دقيقتين كده. بدل ما الناس
يعني في الاهلي ترشيحات 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 وناس بتعرض على النادي حتى مهاجمين من الدوري المصري، طب خد فلان طب علان. الراجل المدير الفني قال لهم تجربه المهاجم من الدوري المصري ما فيش حد احسن من اللي عندي، يعني كهربا ومحمد شريف والناس ده، شادي حسين ملوش مكان، قبل كده حسام حسن جه من سموحه وما كانش ليه مكان. ففكره يعني تكرار فكره المهاجم المحلي مع النادي الاهلي، قال لك لا الا لو حد سوبر، يعني حد ظهر يعني مصطفى محمد مثلا حاجه كده، يعني لو حاجه شبه كده، غير كده هو الراجل قال لك انا مش عايز اسمع خالص نهائيا فكره التعامل مع اي او التعاقد مع اي مهاجم مصري. كابتن محمود الخطيب بفرمان واضح، ما فيش حد يتكلم نهائي عن الماتش بتاع الوداد لغايه ما يخلص الماتشين المتبقيين بتوع اللي هو طلع الجيش بكره وسيراميكا ان شاء الله يوم الاثنين القادم، لدرجه الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الغرامه 100,000 جنيه لمن يخترق هذا الحظر الاعلامي. كولر كان ليه محاضره النهارده وجلسه قويه جدا مع اللعيبه، واتكلم على الاهداف اللي بتضيع. قال لك الوقت احنا وصلنا لمرحله السيطره على الملعب، اللياقه البدنيه العاليه، التجانس والتفاهم بقى على اعلى مستوى، التركيز بقى قوي جدا، السكواد بقى عالي جدا، ناقصنا حاجه، احنا ليه بنضيع فرص كتير؟ يعني قال لك التركيز طول الماتش عالي جدا لغايه ما بتيجي عند الجون ايه اللي بيحصل؟ يعني مش لا يجب ان انا ابقى عندي 22 فرصه على مرمى امبي منهم مش اقل من 7-8 فرص اهداف محققه فاجيب جولين واضيع اجوال. قال لك الكلام ده ما فيهوش هزار، لانه نادي الزمالك نادي الاهلي عنده مهمة جدا 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 الفترة الجاية في دوري ابطال افريقيا، والفرصة بلا تمن. يعني ما تلعب فاينل قدام الوداد وتضيع فرصة هي جول محقق، يبقى انت بتهزر. ما فيهاش كلام، مشدد جدا على هذا الكلام النهارده في جلسته. بعدها قعد مع الجهاز الطبي واتكلم مع المصاب مع ابو عبلة، الدكتور ابو عبلة اللي هو طبيب الفريق، والحقيقة الطبيب الفريق طمنه خصوصا على محمد الشناوي، اللي انا عايز اقول لكم مش بس اطمن كولر ده، حتى فيتوريا، يعني فيتوريا طلب من الدكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب يتواصل مع طبيب النادي الاهلي الدكتور ابو عبلة وطمنه، قال له انه هيبقى جاهز 100% في الفاينل بتاع افريقيا ان شاء الله. وانا بقول لكم ان الشناوي يوم الاثنين الجاي هينزل التمرين بتاع النادي الاهلي وهيلعب ان شاء الله الماتشين بتوع الاهلي، وهيلعب كمان الماتش بتاع غينيا مع منتخب مصر باذن الله. نادي الزمالك الفترة الجاية زي ما كنت بتكلم مع الكابتن عفة، التدعيم قوي جدا لصفوفه، من ضمن التدعيمات لازم في خط الدفاع، دي مسألة يعني اعتقد الزناري هتبقى فرصته صعبة في الاستمرار، اعتقد محمود شبانة فرصته صعبة في الاستمرار، ده كمان عبد الغني في كلام ان فرصته صعبة في الاستمرار، يمكن الابقاء بس على الونش طبعا مصاب ربنا يشفيه يا رب، نجم كبير في الدفاع منتخب مصر حتى مش بس الزمالك، وحسام عبد المجيد، وهيرجع محمود علاء، ولازم يحصل تدعيم بلاعب او اتنين في خط الدفاع. معايا خبر، خليني الاول اخد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية على البيان اللي صدر النهارده اللي خاص بمركز التسويه، والحقيقه حاولنا نفسره يعني تفسير قانوني، طبعا يعني رئيس اللجنه الاولمبيه معانا فهو يقدر يشرح لنا هذا البيان. باشمهندس هشام مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا محمد، وحشنا جدا. الله يخليك ان شاء الله، يعني كده على لقاء باذن الله، وحشني بجد يعني والله. ده قريبا لازم يبقى في لقاء على الهواء كمان. يا سلام على الهواء وزي ما حضرتك تحب. ان شاء الله نتواصل ونتفق على ميعاد باذن الله. تحت امرك تحت امرك. باشمهندس هشام، يعني النهارده في بيان صدر مفاجئ لنا كلنا، هو الانطباع او المفهوم انه في شهر يناير بعد حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستورية اللائحة النظام الأساسي أن يصدرها اللجنة الأولمبية اللي هي خاصة بمركز التسوية، فبالتالي تعلق نشاط مركز التسوية والتحكيم الرياضي في اللجنة الأولمبية. النهاردة البيان صدر واستندته لاستمرار عمل المركز لقانون آخر اللي هو قانون سنة 94 اللي خاص بالتحكيم. الناس مش فاهمة ده معناه إيه، شرح لنا بقى يا فندم.
هقول لحضرتك، حضرتك المحكمة الدستورية كانت عرض عليها أربع مواد في القانون، في قانون الرياضة تمام، في بشبهة عدم الدستورية، مادة 66 تمام اللي بتقول على مقر مركز التسوير والتحكيم في اللجنة الأولمبية، وأقرت المحكمة الدستورية بدستوريته ولم تلغي مادة 67 اللي هي من يرأس هذا المركز طبقا للقانون، وهو رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بصفته، وده أبقى عليه. مادة 68 اللي هي بتقول اقتصاد مجلس المجلس اقتصاد مجلس المحكمة وكل حاجة، ودي ما فيهاش أي مشكلة وبرضه اتوافق عليه، ما فيش أي مشكلة. حاجة الوحيدة مادة 69 اللي هي قالت لائحة النظام الأساسي اللي جت في القانون الحالي اللي بتقول مين اللي شرع الموضوع ده ومين مصدر التشريع، اللي هي لائحة النظام الأساسي هي اللجنة مركز التسويق تمام. هي اللجنة هي رفضت ان المحكمة رفضت مصدر التشريع ولم ترفض اللائحة وتقول انها غير دستورية. قالت لان المصدر غير دستوري اصبحت اللائحة ساقطة، ما فيش اي مشكلة، انما هي ساقطة لان مصدر تشريعها مش السلطة التشريعية. طب اللائحة لما تسقط وبالتالي المركز بيعلق مش كده؟ لا يا فندم، ما يعلقش ولا يعلق ولا حاجة، انما لازم يكون في البديل المقبول، الآلية اللي هي هتشغل مركز التسوية والتحكيم في الإجراءات اللي هو قانون التحكيم التجاري والمدني رقم 27 لسنة 94. ولو حضرتك تروح لللائحة للقانون الرياضة، قانون الرياضة الحالي، هتلاقي حضرتك في المادة 70 بيقول كده، بيقول في أي عما تعمل اللائحة بتاعتك إذا عايز تستعين بقانون التحكيم التجاري والمدني استعين بيه، فاستعين بيه أو أخده كله، دي حاجة ترجع بقى لمركز التسوية. طيب سؤال يا فندم، بس ده أصبح ليس إلزام على أي متنازعين في الوسط الرياضي إن هم يجوا كده مركز التحكيم؟ ليه ليس إلزام يا فندم؟ مين قال إن كان الأول إلزام؟ ده السؤال، لأن أنا برضو شفت في طلع بيان بيقول الكلام ده، أو حد من الأخوة المحاميين بيقول الكلام ده. مين قال إن كان قبل كده إلزام؟ الانطباع اللي عندنا يا فندم إنه أي نزاع خارج مركز التسوية يعتبر باطل وفق المواثيق الدولية، محدش يروح للقضاء المدني. لا يا فندم، أولا حضرتك القانون التحكيم المدني والتجاري ده قانون صادر عن السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب، وبيتكلم دي آلية اللي هنشتغل بيها التحكيم، هنشتغله بأي لائحة، بقانون 27-94 جايز، باللائحة اللي كانت عندنا كان جايز إلى أن طعنوا بعدم الدستورية بتاعتها. كمل بس حضرتك الموضوع واضح. اتفضل. في حتتين مهمين جدا. أول حاجة إن التحكيم بطبعه اختياري، شرط ومشارطة، يعني حضرتك أنا وحضرتك ده التحكيم، أنا وحضرتك التحكيم بصفة عامة، كان تجاري كان مدني كان رياضي كان أي حاجة. انما دلوقتي التحكيم مشروط بحاجه تانية. كل الجمعيات العموميه اللي هي الرياضيه المختلفه، كانت انديه او كانت اتحادات، الجمعيات العموميه اقرت ان في حاله نزاع رياضي يكون في طرف الهيئه يروح لمركز التسويه والتحكيم، واصبح الكلام ده عشان هو موجود في اللائحه ده يعتبر اجباري، ده عكس اللي بيتقال، والمحكمه الدستوريه قالت الكلام ده وأيدت الكلام ده، إن التحكيم بطبعه اختياري، إنما لو ورد في لائحة نظام أساسي صدرة عن نادي مثلا، لنفترض نادي الأهلي، نفترض اتحاد الكورة، نفترض اتحاد السلة، يعتبر لأنه في اللائحة اللي صدرة من الجمعية العمومية يعتبر إجباري، وما هو إجباري دون غيره. يعني وقت ما كانت اللائحة دي قبل ما تسقط كان اللجوء في النزاع لمركز التحكيم والتسويه ده اجباري، مظبوط كده؟ حضرتك هو من اول يوم هو اجباري. حلو قوي. هو من اول يعني يوم لو انا عضو مجلس اداره في نادي مختلف مثلا في اي شيء لازم الجا لمركز التسويه والتحكيم. طبعا يا فندم اللائحه بتقول كده، اللي هي اللائحه اللي سقطت بحكم الدستوريه. لا يا فندم، انا بقول اللائحه بتاعت الانديه والاتحادات بتقول كده، لائحه النظام الاساسي للانديه. في انديه غيرت اللوائح، لو في نادي غير ما غيرتش يا فندم، يعني ما انا اديك مثلا مثال، يعني لائحه استرشاديه فيها لائحه اتحاد كره اليد النهارده بيقول لك اي نزاع تروح فين؟ تروح لمركز التسويه والتحكيم،
ما نقدرش بقى نقول مركز التسويه التحكيمي. يعني لو انا نادي يا باشمهندس هشام، لو انا نادي وعملت لائحه خاصه بيا ما حطيتش فيها البند ده، من حق اروح لاي قضاء؟ حضرتك لو لا، حضرتك دلوقتي ده كان من الاول، اما دلوقتي المحكمه الدستوريه قالت كده. حضرتك المفروض المفروض حضرتك الدستور في مادته 84 بيقول طبقا للمعايير الدوليه، المعايير الدوليه قالت عدم اللجوء للمحاكم العاديه، ده ده بصفه عامه، ده في ده الدستور، الدستور بيقول. طب ليه ما فيش ماده واضحه تقول كده ونخلص؟ في ماده حضرتك المواد بتقول كده. لا يعني القانون بتاع 2017، قانون 2017 في ماده في قانون الرياضه بتقول كده بوضوح؟ لا حضرتك قانون 2017، قانون 2017 بيقول ان احنا لا، الدستور بيقول كده يا فندم، الدستور نفسه بيقول كده. اما الدستور ماده 84 فقره 2 بيقول فض النزاعات طبقا للمعايير الدوليه. ايه هي المعايير الدوليه؟ لوائح النظام. طب ليه الناس بتروح للقضاء الاداري وبيقبل يا فندم؟ بتروح ما دي بقى عايزه تتحكم بنص تاني. انما دلوقتي ده قصدي ليه ما تحطش ماده واضحه في قانون الرياضه ونخلص؟ ما دي حاجه بقى في التشريع حصل كده، انما طبقا للميثاق الاولمبي، طبقا للمعايير الدوليه، لازم تروح لمركز التسويه والتعكيم. طيب كانت الاليه بتاعته قبل كده النظام الاساسي اللي عملها اللجنه اللي صاغتها اللجنه الاولمبيه، محكمه التسويه قالت لا، فاحنا استعرضنا عنها بقانون معترف به في الدوله، والمصدر بتاعه، مصدر التشريع بتاعه السلطه التشريعيه، فاصبح هو قانون. ده قانون اجراءات. اذا النهارده مجلس النواب طلع لائحه جديده مكان هذا القانون، فليكن وتبقى اجباري نستخدمها. انما لازم برضه نرجع للائحه الهيئه. طب انا سؤالي ليه يا فندم استنيته من شهر يناير بعد حكم الدستوريه حتى الان عشان البيان ده يطلع ونفهم ان انتوا بتلجأوا لقانون التحكيم 94؟ هقول لحضرتك ليه؟ لان الهيكل والتركيبه بتاعت مركز التسويه والتعكيم، اما كان موجود لائحه النظام الاساسي اللي هي اترفضت، مختلفه تماما عن القانون 27 لسنه 94 اللي هو ده اللي هي الاليه الجديده. فاحنا الاليه الجديده دلوقتي بنظبط الدنيا بناء على كده، واتظبطت، مفيش عندنا اي مشكله. حضرتك هقول لي حاجه بسيطه، كل المراكز بتاعت التحكيم اللي موجوده في مصر اللي هي تزيد عن 30 40 مركز بيستخدموا ايه يا فندم؟ بيستخدموا اي ماده؟ بيستخدموا اي قانون في القانون عشان يعملوا؟ ايوه ماشي، ده كلام سليم، بس اقصد ان الرياضه النزاعات فيها كتيره جدا الفتره الاخيره، فلازم الحاجات دي تحكم يا فندم. احنا دلوقتي الموضوع ده كلها حضرتك انت راجع يعني انت حضرتك البيان ده للعمل بشكل مؤقت لحين حل مشكله اللائحه والمواد اللي بتتغير في مجلس النواب حضرتك، او 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 مش مؤقت. ليه حضرتك بتقول مؤقت؟ يعني ليه بتقول مؤقت؟ عشان انت حضرتك دلوقتي اشتغلت بقانون 94 بتاع التحكيم على اعتبار انه اللائحه وقفت، فبالتالي هو لائحه، يعتبر لائحه الاجراءات بتاعتنا اللي هنلجأ لها في التحكيم في المواعيد وفي غيره وفي كل حاجه. طيب هو لكن مفيش الزام دلوقتي على المتنازعين يروحوا مركز التسويه يا فندم؟ في الزام من جهه لائحه النظام الاساسي بتاعهم. حضرتك الجامعات العموميه هي صاحبه الحق، وهي اكبر ما انت سيادتك رئيس اللجنه الاولمبيه فهذا منصب له تقديره، فلما سيادتك تقول لي هذا الكلام وانا ابص الناحيه الثانيه الاقي في ناس بتروح قضاء مدني عادي، فمش فاهم يعني مش قادر. حضرتك يروح القضاء المدني العادي، اما يروح القضاء المدني العادي المفروض هو يلجا لمركز التسويه والتحكيم. طب ايه العقاب يعني لما ما يلجاش؟ المدني العادي والقضاء المدني العادي يقبل الكلام. احنا عندنا حضرتك، طب انتوا بتعملوا ايه يعني؟ انا شبان رحت، لا انا اقول لحضرتك احنا عندنا 6000 قضيه راحت للقضاء المدني العادي، كان مجلس الدوله والقضاء المدني العادي ادى عدم اختصاص واحاله لمركز التسويه. طب اذا واحده ما ادتش عدم اختصاص وحكمت حضرتك القانون الهيئه الرياضيه بتاعته كانت الاتحاد او نادي هو اللي يحاسبه على هذا الموضوع. لكن انتوا كلجنه اولمبيه مالكوش حساب في المساله دي؟ لا حضرتك احنا كلجنه اولمبيه لو حد راح من اللجنه الاولمبيه كهيئه رياضيه حاسبه يا فندم. يعني لو انا اتحاد او نادي رحت للقضاء العادي، هل اللجنه الاولمبيه من حقها تاخد اجراء ضدي؟ لا الاتحاد بتاعه ياخد اجراء ضده، او اللجنه او النادي بتاعه ياخد اجراء ضده ما دام خالف لائحته. طب اذا الاتحاد ما خدش وحد جه اشتكى لك؟ لا حضرتك لو حد جه اشتكى لي، حد يعني لو الاتحاد مثلا انا لا اصل حضرتك انا لا اتدخل في امور الاتحاد لا افرض الاتحاد تخاذل، الاتحاد اكس هراجع الموضوع واشوف انا اختصاصي فين واخد قرار في الموضوع ده
وابلغ الاتحاد بضروره عمل واحد. طيب سؤال اخير يا فندم، هل القضايا التي كانت معلقه او اللي كانت، بلاش كلمه معلقه، اللي كانت موجوده في مركز التسويه والتحكيم اللي كانت متداوله يعني متداوله قبل اصدار الحكم بتاع الدستوريه العليا، تمام، هل لا تزال تحت تداول مركز التحكيم والتسويه ولا لا تزال معلقه؟ لا يا فندم، القضايا اللي انتهت وحكم فيها حكم نهائي، خلاص اللي حكم حكم، حكم بات خلاص، ما هي نفس المبدا، بات خلاص. اما القضايا اللي كانت متداوله كانها لم تكن وتبدا من الاول ويجوا من دلوقتي يقدموا من الاول ويؤيدوا القضايا بتاعتهم من الاول، اما القضايا اللي خلصت بات. طب افرض يعني الطرفين المتنازعين دول، طب وفق قانون التحكيم بتاع 94 لازم الطرفين المتنازعين يكونوا موافقين يا فندم؟ ده مش وفق القانون 94، ده وفق لمبدا التحكيم بصفه عامه لاي تحكيم، هو اختياري. اللي خلاه اجباري هي عندنا هنا لانه نص عليه في لائحه النظام الاساسي بتاع الهيئه الرياضيه، فاصبح اجباري، لو لم ينص فهو مش اجباري. طيب انا هدي مثال، ما اعرفش حضرتك هتقول لي بقى هتكلمني عنه ولا لا، بس المثال ما تزنونيش فيه قوي، بس ماشي ما تزنونيش قوي يعني. طب هديك مثال، ليه نختار اللي انت عايزه؟ لا السهل منه، السهل منه. يعني مثلا الاهلي لما راح في فكره الطعن في تشكيل لجنه الانضباط من وجهه نظره كاجراء اداري، الاهلي طعن عليه، هل لجوء الاهلي للقضاء الاداري هنا كان غلط ولا صح؟ حضرتك اولا هو الاهلي لما راح كان مركز التسويه والتحكيم مش موجود، او كان معطل، كان قبل البيان ده يعني المفروض ما يروحش يا فندم، المفروض ما يروحش الا لو كان بيروح لحاجه فيها الدوله، بيختصم الدوله في حاجه، اللي هو الوزير، الوزاره لا تختصم في مركز التسويه والتحكيم، انما الدوله بتروح في مجلس الدوله، لو الدوله طرف في وزاره ما او في جزء ما ينفعش الا مجلس الدوله، الا القضاء الاداري ما ينفعش. لكن اذا كان اختصم مع الدوله اتحاد الكوره ده ما ينفعش. لا 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 لا، المفروض حضرتك لو اختصم اتحاد الكوره، لو اختصم اتحاد الكوره المفروض يبقى في مركز التسويه والتحكيم، اما يبقى موجود، انما لو اختصم في فرع في الوزاره او حاجه كده لازم يروح لمجلس الدوله، لان مركز التسويه والتحكيم لا ما يقدرش يصدر حكم على الوزاره، ما يقدرش يصدر حكم على، اما مجلس الدوله يصدر حكم على الوزاره. هل مركز التسويه والتحكيم ممكن يبقى ليه راي قانوني او اللجنه الاولمبيه في الاحداث بتاعه مجلس الزمالك الحالي؟ طبعا لو اي حاجه تقدمت لمجلس التسويه والتحكيم والقضاة اللي موجودين شافوا الكلام ده، والطرفين ما كانش فيهم الوزاره، ايوه طبعا المركز هيفصل في الموضوع. يعني لو اي حد دلوقتي عضو جمعيه عموميه مثلا في اي نادي، بلاش نقول ازاي، اي نادي تقدم وقال ده في كذا حكم كذا في موضوع هتناقشوه؟ يعني ازاي في كذا في حكم كذا؟ لا مش فاهم. مثلا يعني مثلا لو في نادي اكس في مشكله على عضو مجلس اداره لسه متواجد، وحد شايف ان تواجده غير شرعي، وتقدم بشكوى للجنه الاولمبيه، هتناقشوه؟ للجنه الاولمبيه ولا لمركز التسويه؟ لمركز التسويه والتحكيم. طبعا يناقشوه يا فندم، طبعا يناقش والقضيه تترفع وتتايد وكل حاجه، نادي له الحق في ذلك، واي فرد في النادي بغض النظر عن 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 طالما هو ليه هيساعد جميع عموميه عضو مجلس اداره. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، مركز التسويه والتحكيم او القضاه اللي موجودين المحكمين في مركز التسويه والتحكيم، يعني انتوا رجعتوا تاني بيشوفوا اختصاص. يعني عشان نقول لك بس اهلا بيكم، يعني وحشتونا والله، يعني الاربع خمس شهور دول لو بتحبني قول لي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه والله، الاربع خمس شهور دول يعني افتقدناكم. لا يا فندم، احنا تحت امرك، وربنا ما يجيبش لا مستشفى ولا محكمه لاي حد يا فندم. باشمهندس هشام، انا بشكر حضرتك على التوضيح، وان شاء الله نلتقي قريبا بقى على الهوا ان شاء الله يا فندم كده، ويبقى ربنا يوفق مصر في كل حاجه ويهدي سر الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. الوقت بيجري جدا جدا جدا، لازم اطلع فاصل ونلتقي مع نجومنا كابتن سيد معوض وكابتن احمد عيد عبد الملك، عندنا تقرير عن تيسيما بعد الفاصل، عن تسيم الاثيوب الحكم اللي هيحكم، ومثير للجدل شويه في بعض الاحداث قبل كده مع الاهلي، اللي هيحكم النهائي الافريقي، وبعدين نلتقي بضيوفنا. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك. سلفول يا بطل.
مفروض علينا من امبارح فردت السنين. ليه مفروض ليه؟ مدرب بالك اقل حاجه وخلي بالك ان احسن مدرب في الاسبوع. انا قايل لك من 3 اسابيع الكلام ده. بص 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 انا قلت لك هنا على الهوا، قلت لي المفاجآت، قلت لك اللي اتوقعها النجوم والاسماعيلي ورايا وبيراميدز. انا برايا اتغلب من بيراميدز 2-0 وكان عمل ماتش كويس قوي ساعتها. يعني المفاجاه ما جاتش غير في النجوم مع الاسماعيلي، لكن الرايه المفاجاه ما اتحققتش. هو بالنسبه لاحداث الماتش امبارح الموضوع مش مفاجاه، يعني بالنسبه لسير الماتش وشكل الماتش يعني. ذاكرت الاسماعيلي كويس؟ ذاكرناه، وفي الاخر الفرقه اللي ذاكرناها ما لعبوش، لعب ناس مختلفه وبتاع. جت بره المنهج. بس هو حاول يعدل الشوط الثاني. طب بس على اللاعب الاسماعيلي، اللاعب الاسماعيلي الاسبق. بص عايز يشعللها من قبل ما نقعد. كابتن سيد معوض عاجبك كده؟ لا يعني هو انا اتكلم. لا يعني مش عاجبك؟ لا. لا لا هو انا لازم ابارك العيد لحاجه والله بجد، يعني احنا كنا بنتكلم فيها جوه يعني والله العظيم انا قلتها العيد يعني بعيد عن الهوا بس اقولها له على الهوا. الدنيا سهله يعني لو الانديه تاخد الريسك شويه في مدربين كتير صغيرين هتلاقي الموضوع. وبعدين من الصغيرين انت عندك كام سنه عيل؟ صغيرين اكبر مني حاجه و40 طيب انت فاهم يعني الموضوع عادي، هي مساله بس ان الناس تاخد فرص. لو الناس خدت فرص لا هيمشوا بشكل كويس وبشكل حلو جدا، وهيغيروا شكل الدوري وهيغيروا شكل الفرق اللي موجوده كلها. فيعني انا مبسوط من الناحيه دي، انا بحب الجيل ده يكون موجود وموجود اسماءه كلها ويكونوا موجودين في الفرق. انا نفسي ميدو يرجع تاني، احمد حسن يرجع يمسك تاني. معظم الجيل ده لو بقى موجود في فرق كتير في الدوري لا هيفرق. انت شايف انه مفاجاه؟ مش حكايه مفاجاه. اللي كان كسبان الزمالك بعدها كسب حتى حرس الحدود قبل 3-4 ايام المباراه، يعني هل الاسماعيلي تهاون برضه لعب بالصف الثاني او لعب ما لعبش بالاساسيين والكلام ده؟ كان متخيل الماتش سهل. هي مش حكايه تهاون بس، هو واضح ان النجوم انا شفت الملخص بس بتاع الماتش ان هم حتى الجونين شكلهم حلو يعني انت فاهم. في حاجه متمرنين عليها، في شكل كويس، في لعيبه بتتعامل بشكل كويس. حتى لو انت بتلعب بالاحتياطي او بالصف الثاني في الاسماعيلي هو الطبيعي ان انت لا مباراه على ملعبك، مباراه كاس، بتلعب فرقه المفترض ان هي اقل منك، فالطبيعي ان انت تكسب. يعني ما حدش كان مرشح مثلا النجوم قبل المباراه، فده يعتبر حاجه مميزه للفرقه كلعيبه وللجهاز وللنادي ككل ان انت في الدور ده بتكسب فرقه كبيره زي الاسماعيلي. لا طبعا يعني حاجه مميزه جدا. يعني كابتن احمد عيد انت كده وصلت دور الثمانية، هتلاعب لا 16 دور ال 16 هتلاعب سموحة. سموحة مش عايزين طموحه يكبر، وبعدين اللي هيصعد كمان دوري المحترفين سيبها على الله بس تسلم. ايه ده انت عليه؟ ايه ده انت عليه؟ ايه ده عليه شويه. الماتش الجاي لسه يوم الثلاث ان شاء الله ماتش المريخ، نكسب نصعد باذن الله لدوري المحترفين. خد بالك انت في طريق الاهلي في الكاس، يعني لازم تموت نفسك قدام عشان تروح للاهلي بقى تورينا بقى. عادي هو كل ماتش بماتش يعني، واخدين الكاس كل ماتش بماتش يعني. وانا يعني انا بالنسبه لي اصلا وبالنسبه للفرقه انا موضوع الكاس بالنسبه لي وبالنسبه للفرقه مش اهم حاجه او مش مهم بالنسبه لنا. احنا يمكن عشان نوصل للعيبه ان الموضوع بالنسبه لنا مش مهم خالص. احنا اول نور اللي جاب الجول دوت مواليد 2003. مش ده تبديله في الماتش؟ تبديله هو التبديله دي خصوصا كمان ان انت كان حمدي النجاز بيلعب ناحيه اليمين الشوط الاولاني عمل مجهود كبير وهو بعيد عن الماتشات، فقصدت ان انا لاعب حد صغير في السن في المكان دوت وهو لاعب مميز وعنده سرعات واشتغل فيها بشكل كويس واحرز الهدف الثاني منها. يعني في الحاجات المرتده كان واضح اللي هم هيفتحوا بعد الجول اللي هم جابوه بس. فهو احنا بالنسبه لنا طبعا انا بالنسبه لي الصعود لدوري المحترفين اهم بكتير جدا من موضوع الكاس، حتى لو هروح فين اللي بعيد في الكاس ما يهمنيش. انا اللي يهمني الاسبوع الجاي والفرقه وصلنا لها كده امبارح بعد الماتش. احنا بقول لك احنا يمكن اول ماتش ما نعملش معسكر وسافرنا اسماعيليه في نفس اليوم قبل الماتش، ماشيين متحركين من النادي الساعه 12:30
واتغدينا في الطريق، وقفنا في ريست اتغدينا في الطريق، ووصلنا الملعب الساعة 5 الا ربع بالظبط، من حركين من النادي 12 ونص واصلين 5 الا ربع، ولعبنا الماتش واللعبة عملوا ماتش كبير وقدوا. بس القصد ان الماتش مش بالأهمية اللي احنا حطينا في دماغنا. احنا كنا رايحين نلعب كورة ونستمتع واللعبة وده رفع الضغوط طبعا على اللعيبة، رفع الضغوط، وده ادى بشكل كبير جدا ان هم عملوا ماتش كبير. كمان كان نفسي لعيبة كتير تتشاف في الفرقة، في لعيبة مواليد 2003 و2004 موجودين في الملعب، حوالي 7-8 لعيبه موجوده في الملعب ما بين 2001 و2004، غير كمان يعني في فيرويد في مواليد 2006 اسمه احمد جبل، ده في كلام كتير عليه الفتره اللي فاتت، يمكن كان النادي الاهلي اتكلم عليه وكان موجود في المنتخب، لعب هايل، هيبقى لعب ماتشات لعب معانا في الترقي، خد ماتش لعب معايا ماتش يعني. انت بتلعب في الانديه دي من الشباب الصغير اللي عنده 16 سنه و17 سنه، وتيجي الانديه الكبيره ما تدوش فرص للعيبه دي. انا عايز اسال عيد سؤال واحد، الريتم اللعب كان عامل ازاي باللعيبه الصغيره؟ فرق السماء على الارض، هتلاقي الريتم سرعه وسرعات وفرق جدا. وكمان في الماتش احنا بنلعب كل 3 ايام، وانا كنت بلعب فرقه الاسماعيلي، هم احنا الشوط الثاني فرقنا كتير جدا في ديت، هم بعيد عن الماتشات، في بعض اللعيبه بعيد عن الماتشات، واللعيبه عندي بسم الله ما شاء الله يعني السن صغير. ده انت ده الاعداد جايب لي اسماء، بص زياد فتوح 2002، محمد جمال، دول اساسيين بقى. السيد فتوح ده حارس مرمى ما لعبش امبارح، كمان محمد جمال الحارس اللي لعب 2001، كمال صبحي 2002، حازم محمد 2001، احمد اشرف بطه 2004، نور علاء 2003، محمد سيد 2002، عبد الله جمال بوده 2003. يعني عندك وفي 2006، يعني انت بتتكلم في لعيبه صغيره، اللعيبه كلهم في السن ده. هو بص هي مدرسه نادي النجوم كده، هو الاستاذ محمد الطويله بعيد عن المدرسه النادي، لا ما انا بكلمك، ما انا بقول لك المدرسه بتعتمد على كده، ما بيستقطبش من بره النادي غير واحد اتنين، وفي المراكز اللي هي بيبقى محتاج. لا يعني انت النهارده عندك جرأة انك تدفع بلعيب، يعني تخيل اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد. لسه بنقول السنه اللي فاتت بنتكلم على سيف جعفر ويوسف اسامه وبتاع، واللي هم ناشئين 23 سنه، اللي هم مواليد 99 98 اللي هو يعني بتتكلم في 24 سنه دلوقتي. النهارده بتلعب لعيب 19 سنه ولعيب 16 سنه بيلعب، فالموضوع ده محتاج جرأة، ومحتاج اصلا ان الاجيال ديت تاخد او اللعيب يتعود اللي هو ياخد الحاجات دي ويلعب تحت الضغوطات. بنشوف في اوروبا، بنشوف الارسنال كده، وبنشوف الدوري الايطالي كده، انت بتشوف انديه كتيره جدا وانديه كبيره، يعني مش انديه مثلا هي بتنافس على الهبوط مثلا فبيلعب واحد او اتنين، انما انديه كبيره جدا وبتلعب لعيبه في ماتشات مهمه. انما لا، المبدا ده هنتكلم بامانه هو مش موجود في مصر. انت لازم توصل في طريق كده مرسوم للعيبه في مصر، هتوصل 20 سنه بعد كده تروح اعاره، تلف 3-4 انديه، اذا رحت المنتخب هترجع على النادي بتاعك، ما رحتش المنتخب هتكمل في القصه دي طول حياتك لحد ما تبقى 27-28 سنه. دي الخلاصه بتاع اي حد. اضرب لك مثل باسماء كتيره جدا، محمد عبد المنعم لعيب مهم جدا دلوقتي في النادي الاهلي، لو ما راحش كاس الامم هو ما كانش هيبقى موجود في النادي الاهلي، لو اتقعد اخر يوم يعني هو لو كان هيرجع على النادي بتاعه، يرجع على فيوتشر. وعندك لعيبه كتير بقى هتضرب امثله بناصر ماهر ماشي، حتى فتوح لف لفه الاول غير لف لف، ما انا بقول لك هتروح سموحه وامبي واللي رجعه برضو ان هو بدا يروح المنتخب فراح الزمالك مرجعه، انما لو ما رحتش المنتخب حتى مصطفى محمد نفس الكلام، لف طنطا طلع الجيش وداخليه لف لفه كبيره. فالمنتخب الاولمبي نفع مصطفى محمد في الاول، يعني انت لو في منتخب في سنك هيبقى هينفعك شويه، انما لو ما فيش منتخب في سنك ما رحتش المنتخب الاول هتكمل في الانديه. واكرم اسماء كبيره جدا، يعني اكرم توفيق الجونه طلع عاره. الطريق ده مميز، يعني طريق كويس، بس طريق فيه فرق بين لعيب انا عايز اديله الفرصه، يعني مثلا عنده موهبه كبيره، ولعيب انا عايز اشوفه في احتكاكات واشوفه مع انديه تانية. انما لو عندي لعيب موهوب وعايز امشيه في الطريق ده يبقى انا بهزر يعني، وخصوصا اليومين دول لازم اساد يبقى فيه صف اول وصف تاني، ما تحطش الصف التاني طبعًا. او على الاقل الصف التالت يبقى من اللعيبه دي يعني انت بقى صف اول صف تاني صف تالت، يعني انت عندك قائمه 25 لعيب يكون فيهم 2 3 كده. لا هو لازم انت بتتكلم لازم يعني تعمل ديت الطبيعي دلوقتي. انا مثلا عايز اشتري لعيب بيلعب تحت الفراوده، بيلعب جناح، انا هشتري احمد عيد،
فالطبيعي هشتريه من بره النادي. الطبيعي ان مثلا النادي بيبقى عندي مدير قطاع الناشئين او المسؤول عن قطاع الناشئين بيقول لي عندنا ولدين ثلاثه في السن ده موجودين تحت، فانا لو اشتريت عيد فانا قفلت على الولدين ثلاثه اللي موجودين، فخلاص المكان ده هيبقى عيد هيجي يمضي 3-4 سنين، فالولد ده مش هياخد فرصه، فخلاص انت قضيت على 3-4 لعيبه من الاجيال اللي طالعه. يعني هتتكلم على 2001، اللعيب بتاع 2001 مش هيلعب لان انت جبت احمد عيد، هتوديه اعاره. اللعيب 2003 نفس الكلام، هتبدا تنزل واحده واحده. النقطه الثانيه ان انت عندك مثلا في المكان ده في النادي لعيب احتياطي ثاني، فاللعيب الاحتياطي الثاني حتى دوره مش هياخده، مش هيلعب. فالموضوع كبير وقصه كبيره. لا انت بتشتري وخلاص، يعني انت بتشتري ايه؟ انا السوق النهارده الانتقالات في شبانه وسيد وعيد، فالحق الاهلي والزمالك بيتخانقوا عليهم، هتعيد انت فاهم؟ ماليش علاقه بقى، انا ما بسالش حتى، انا عندي في مكان ممكن يبقى انا عندي في الحته دي ولد صغير احسن من شبانه 100 مره، بس انا ما لا ما كان مش شايفه، مش عايز اديه، ما عنديش المعلومه اصلا وعنديش طب دي مرتبطه بايه؟ بالجرأه؟ الجرأه يعني طبعا، والادارات بتحاول يقولوا احنا عملنا اللي علينا عشان يطلعوا قدام الجمهور والجماهير. أنا طب ما انت لما تدي برضه لو في ولد موهوب واديته عملت اللي عليك برضه، ده الطبيعي، هو ده الطبيعي ماشي، طول عمر الانديه كده لغايه قريب عندك موهبه، ما انت خلي بالك لغايه قريب في لعيبه كتير خارجه 17 سنه وطب لعبة عماد متعب لعب في الاهلي، ما هو الاجيال ديت هي افتكر الاجيال. حسام عاشور، حسام عاشور عنده كام سنه؟ حسام اشرف قاسم كان لعب الزمالك كام سنه؟ ايوه هو يوسف انت بتتكلم كمان، ده في فتره الزمالك حازم امام طلع جيل بتاع حازم امام، دي لعيبه لعبه صغيره جدا. الجيل بتاع حازم امام كابتن طبعا مع حفظ كابتن حازم امام، كابتن اسامه نبيه، كابتن عبد الهادي، كابتن معتمد جمال، يعني جيل طلع كله مره واحده. هتلاقي في الاهلي برضو وقبليه كان محمد صبري وسامي الشيشيني، ما هو هتلاقي برضو يعني في الاهلي الناحيه والاهلي وليد صلاح الدين وهشام حنفي ويطلع الناس يعني كل دول خارجين من الصغيرين من وبقى نجوم في الفرقه، ده الطبيعي يعني بقى نجوم. موضوع الشراء دوت من بره لازم الانديه الكبيره تقنن عندي ابقى عندي نجوم صف اول، بس اللي يبقى معاهم اللي هو مش هيكلف الخزنه، لكن انا بكلف الخزنه 25 لعيب بجيبهم في ادفع فيهم فلوس، ما هو اللاعب الناشئ دوت هيستحملني في هيشيلني في موضوع الفلوس وهيبقى موجود وموهبه وهيبدا يخش واحده واحده هيبدا يخش، ما انت مش هتشوف لعيب اصلا ولا هتديه خبرات الا لما يلعب معاك وانت تشوفه بعينك في الملعب، لكن هيروح في نادي تاني ما المدرسه دي غير المدرسه دي. أيوة انا اروح العب في امبي عيد ولا مع حفظ الالقاب طبعا مع صح انا معاك جدا، يعني مثلا انا لعيب مثلا في النادي الاهلي ولا نادي الزمالك طبعا الداخليه النادي محترم ونادي كبير أيوة وكلها، بس طريقه لعبه هي فرقه بتدافع يعني هي اصلا تحت الكوره الماتشات كلها، فانا ارجع النادي الاهلي هيرجعني ازاي وانا اصلا بدافع بس؟ لا يمكن هتشوفني في الناحيه الهجوميه الا قليل جدا، انما تخيل الاهلي والزمالك معظم الوقت هم ناحيه هجوميه يعني ففرق كبير جدا، يعني انت اصلا مش هتقدر تقيم اللعيب بتاعك، هتقيمه هو فين. والنقطة التانية ان انت الصفقات بقت بطولة، يعني دلوقتي البطولة اللي بتبدأ قبل الموسم مين جاب صفقات اكتر، مين جاب عيد قبل ما يجيبوا النادي التاني، مين اللي جاب سيد قبل ما يجيبوا، بقت بطولة يعني. والكلام ده ماشي ممكن تبقى بطولة نجاحك ان انت تجيب صفقة، بس اهم من ان انت تجيبها ان يبقى ليها تأثير جوه النادي، يبقى تكمل معاك، انما مش كل سنة كل نادي يجيب 5-6 لعيبة يمشي منهم 4 يبقى تقول لي ايه، يبقى انت نجاحك في ايه؟ ده مش نجاح طبعا. وخلي بالك كمان موضوع الاعارات اللي بيطلعوا، انت اللي بينجح منهم مش هيكمل 10% اللي بيطلع ويجي لك تاني، بيطلع ويجي لك خلاص هو ما بلعبش كتير او مش شايف او الكلام دوت ومستواه مش حلو، اللي بجيبه لو مكسر الدنيا بيجي يعني ممكن 1-2 يعني الناس قليله العدد قليل، انت بتطلع كتير والمردود اللي بيجي لك كمان من الاعارات اللي هم بيطلعوا اعارات ويجوا خلاص بعد كده بفكر اطلعوا اعاره تاني وعارة تالت، ما خلاص هو مش هيبقى هو يعني خلينا نقول ده يعني احنا بنحط بنلمس حاجه مهمه جدا. انا اقول لك اسم بس يعني كان موجود في النادي الاهلي شادي رضوان، ده من اهم المواهب اللي كانت طالعه في النادي الاهلي، راح البنك الاهلي سنتين لعب 30 دقيقه في سنتين يعني 30 دقيقه ليه؟ البنك الاهلي فرقه بتنافس على هبوط فهو محتاج يلعب كل الخبرات، مش هيلعب ولد صغير، فراح سنتين لعب 30 دقيقة 40 دقيقة ده من المواهب الكبيرة، دلوقتي هو مش موجود، رجع فرقته في النادي في الناشئين، فالطبيعي بتاع الولاد دي يبقى ليهم تخطيط أو ليهم خطة موجودة، تبقى عارف عيد ده هيلعب إمتى أو على الأقل أبقى مطلعه وحاطط حاجة في العقد تضمن لي مشاركته. صح انا مطلعك من نادي الزمالك ولا هي فكره ان انت معار انك تشارك معار اشارك خلي بالك
النادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت كان في تواصل مع الاستاذ محمد الطويله، وكان عايز ياخد حوالي 3 4 لعيبه من الفرقه اللي بتلعب الحاليه بتاعت نجوم المستقبل، كان عاوز ياخد 3 4 لعيبه، هو كان شارط اللعب 75%. لو تقريبا لو الدور الاولاني ما لعبش، زي مثلا السيرد باك بتاع الاهلي اسمه مغربي. مغربي راح سموحه، شوف كان محترف، كان محترف، فجه وقالوا ان هو مشروع سيرد باك مهم، راح سموحه ما لعبش السنه دي. مفيش، انت مش هتلاقي الموضوع. هتقيمه ازاي؟ احمد عيد بتاع الزمالك، ما هو طلع عرم الزمالك ما بيلعبش فيه، ما بيلعبش اللي هو الباك رايت. هو لما لعب، خلي بالك لما لعب مع الزمالك كان كويس، كان كويس ولعب نهائي افريقيا ولعب كان كويس وهو موجود في الزمالك، وطلع الزمالك كمان خد بالك عايز باك رايت. وطلع ده المكان ده بالذات كان في الزمالك دلوقتي، ما لعبش، رجع راح مطلع انبي برضه مش بيلعب بانتظام، بياخد شويه بتاع الكلام. فهو الموضوع كله عايز عقل شويه، عايز الموضوع يبقى عقل، مش زي ما سيد بيقول مش الموضوع الموضوع يبقى بطولة. هات متطلباتي بس في السيزون، والحاجات النواقص اللي انت لازم يبقى عندك فيها واحد رقم لعيب رقم واحد او ثلاثة لعيب رقم واحد دوت، يبقى صفقه مهمه بالنسبه لك يديك فتره طويله، مفيش مشكله، ويبقى نجم كبير مفيش مشكله، بس رقم اتنين او ثلاثة خليه من الناس خلاص دي. اللي هو يبقى تحته وهياخد في الماتشات، يخش في الماتشات بقى، يبقى قريب للعب والحاجات دي كلها. وانا شايف بقى كمان يعني دي الحاجة الاكبر، ان مفيش مواهب، المواهب قلت. أيوة. والفروق كلها قريبة من بعض، والله العظيم صح. الفروق صح. كلها قريبة صح. من بعض صح. وانا دايما ديت كلمة بقولها، انا اشتغلت في الدرجة الثالثة السنة دي مثلا في بني عبيد، وقبل كده اشتغلت في الشمس، واشتغلت في النجوم قبل كده، والنجوم السنة دي انا شايف ان في لعبة تحت والله 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 احسن من اللعيبة موجوده حاليا في الدوري الممتاز، او ما تقلش على الاقل، ما تقلش على الاقل، وفي مواهب كبيره جدا، وفي يعني انا مش عايز اتكلم يعني في الحته ديت، في ناس بتقول لك لا هو الكلام بفلوس، ما هم بيقولوا اي حاجه وبيقعدوا في الاستوديوهات بيقولوا اي حاجة. لا ده طبيعه، وانا اشتغلت وشايف القماشه تحت عامله ازاي، وشايف القماشه في الدوري الممتاز عامله ازاي، والله قريبه يكاد يكون ان في لعبة تحت احسن من اللي موجوده في الدوري الممتاز. انا بكلمك مش على الدرجه الثانيه، على الدرجه الثالثه، انا بكلمك على الدرجه الثالثه كمان مش الممتاز به. فكل الموضوع قريب، الكره قريبه من بعض، كل اللعيبه شبه بعض، سقف الفلوس بقى بيروح لبعيد قوي في بعض الاوقات، دي بقى اللي عامله فجوه كبيره جدا. انت لعيب في الدرجه الثالثه، الانديه بتخاف تجيبه ليه؟ يقول لك انا هجيب لعيب هشتري ب 100,000، هشتري ب 50,000، مش عارف ايه، وهيتحط جنب اللعيب اللي بياخد مثلا اللي دافع فيه 15 مليون، فالفرق لا يا عم ده مش عارف ايه، ده انت هتجيب اللعيب من تحت يلعب لا طب ما تشوف، خلي ناس تبقى موجوده، خلي كشافين يبقوا موجودين، ناس تروح تتفرج على الحاجات ديت. ويا منجوم بقوا اساطير في الكره المصريه جايين كده، كله جاي بطقم كور وب 50,000 وب 20,000 وب 10,000 كله جاي كده يعني، معظم البدايات. انت كلها جيت كانت... انت رحت من الفيوم للاسماعيلي؟ انا رحت انا رحت على الالومنيوم، كان 5000 جنيه. والله شفت. ومن الالومنيوم الاسماعيلي ب 140,000 جنيه، وبعد كده النادي الاهلي من تركيا بمليون و250,000 دولار، انت فاهم؟ فده الطبيعي. شفت على كم كم دلوقتي؟ لا دلوقتي 40 مليون، 50 مليون دلوقتي. ما هو هو زي يوم وحطيتهم دلوقتي زي اسمه مولك موليكا موليكا. موليكا ده من وانا صغير في مفاوضات معاه، ما خلاص يا جماعه شوفوا حد يجيبه. ده النادي نفسه بتاعه زهق فعرضه للبيع برضه، الاهلي لسه ما خدوش. لا هو مش لازم يعني، وصل للنادي التركي الوقت عرضه للبيع لاعلى سر لاعلى سعر. طيب انت ليك تعليق؟ نخش في موضوع تاني مهم، في موضوع احمد بخدوده بتاع المصارعه ده. لا يعني بامانه الواحد بيتمنى يعني الرئيس رئيس الجمهوريه تدخل شخصيا، يعني دي حاجه لحل مشكلته، دي حاجه كويسه جدا بامانه، يعني دي رساله مهمه جدا لكل الرياضيين ان الدوله وراهم، فدي نقطه مهمه. بس انا مش عايز نوصل اي ولد للطريق ده، ان هو يفكر ان هو ما يكونش موجود. يعني كل الالعاب على فكره، مش الكره بس، يعني لازم تقف مع طالما بطل وانت حاسس ان عنده موهبه سنده، هات له شركه راعيه تكون موجوده وراه، هات له حاجات يعني كل احتياجاته عشان يقدر يكمل، لان هو في وقت من الاوقات مش هيقدر يكمل. يعني احنا شفنا كلنا المبالغ اللي بتقال، لا يعني مبالغ صعبة جدا. فأنا يعني اللي هو دخله يعني طبعا يعني رسالة الرئيس مهمة جدا للولد، يعني شايف ودول أبطال طبعا نقطة يعني لازم إيجابية جدا، برضو بشكل معين يأكل أكل معين، حتى لبسه، حتى يعني مكانته، لأن الناس مكانته الاجتماعية الناس بدأت تبصله أنه بطل، وأنه بيكسب أفريقيا، بيروح بحر المتوسط، ومرشح يبقى بطل أولمبي.
طبعا. ولازم ما هي الالعاب دي لازم يتصرف عليها عشان تعمل نتائج. ما انت ليه ما بتعملش نتائج في الاولمبياد؟ بتعملها بالصدفه. بس احنا بقى لنا نتائج في الاولمبياد بصراحه، بس كلها يعني لازم في العاب كمان ما كانش متوقع يعني انك تاخد في الثلاثي الميداليه، تاخد في الكاراتيه الميداليه. ما فيش العاب تروح الاولمبياد بيحصل فيها ان انت غير متوقع. يعني الطبيعي ان انت ما بتجهز بطل في 3 4 سنين بتبقى متوقع ان هو انت بتبقى عارف مين اللي هيروح بس يكسب. برضو اللي خد ميداليه ده برضو ما هو مؤهل يعني مؤهل بس مش متوقع. يعني في ناس بتبقى حاطط عليهم امل بيروح ما فيش وارد. بس ده برضو عشان يبقى بطل اولمبي اكيد برضو اشتغلوا عليه يعني، مش يعني مش فجاه كده بقى. انا فاهم بقى صاحب ميداليه اولمبيه في التايكوندو او في الكاراتيه او في الثلاثي او صعب يعني، مش كده يعني. ما هو حتى لو واحد بس، احنا عايزين الشغل السلاح. احنا عايزين الشغل للكل. يعني احنا ناس منتميه مثلا لكره القدم، بس احنا في الاول والاخر انت عايز كل الناس يعني طبعا. اي رياضي، اي حد عنده موهبه. خصوصا عندنا مميزين كتير طبعا. عندك مواهب كتيره جدا، وعندك ناس يعني. انا اصلا من الفيوم. الفيوم متهيألي من اكتر المحافظات اللي بتطلع رفع اثقال. ناس كتيره جدا يعني من محافظه الفيوم تلاقيهم موجودين في المنتخبات على طول دايما. فالحاجات دي لازم يبقى فيها شويه في محافظات مميزه طبعا طبعا يعني. فانا بشوف ان يعني رساله الرئيس كانت مهمه جدا، لان دي بتبين. هو حتى والده النهارده راح الاكاديميه الوطنيه للتدريب، قابل والد احمد بغدوده السيد فؤاد بغدوده اهو زي ما احنا قدامنا اهو بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه، وقابل الدكتوره رشا راغب هي دي رئيس مجلس اداره الاكاديميه، ناقشت معاه تفاصيل برنامج الرعايه اللي هو المقدم طبعا للبطل المصري احمد بغدوده وغيره حتى من الابطال المصريين في الالعاب المختلفه. والحقيقه الراجل كان ممتن جدا لسيد رئيس الجمهوريه، ممتن جدا للاهتمام. وممكن تكون برضو بغدوده يعني عارف انت اللي بيرمي برضو الطوبه في الميه. هي بص يعني ممكن برضو تكون ده يعني رغم ان الموقف بايخ بس ممكن يكون سبب لحاله فوقان. يسيب بقى حاجه تسيب يعني تبقى تعود على الكل يعني. هو الطبيعي اصلا اللي انت يبقى عندك الرعايه وعندك الحاجات دي كلها، مش عشان الراجل عمل كده نبدا بقى من دلوقتي. لا، ما انت المفروض يبقى عندك ارضيه وعامل ارضيه للناس دي كلها يعني، او مخليهم. بس خلينا نقول برضو عشان برضو الحق يقال يعني، برضو مش عايز اقول اصل وزير الشباب والرياضه اصله، ما انت برضو في اتحادات يا جماعه. لا مش انت اتحاد، انت موجود في مجلس الاداره عشان توفر كل شيء. مش قادر يا تمشي يا تبقى بتشتغل غلط. مظبوط يعني، لازم انت برضو تكون بتوفر، تحاول تجيب رعايات. الرعايات ايوه، ما انا برضو موجود ليه يا كابتن سيد. ما هي دي النقطه، ما انت لازم تدور على كده. ما دورك ايه يعني؟ دورك ايه؟ انا كعضو في اتحاد، فانا لازم دوري ان انا يعني بعلي شأن اللعبة وبهتم بالمواهب اللي موجودة في اللعبة دي. فهي من خلال ايه؟ ان انا كل لعيب او كل مجموعة انا بدور على رعاة موجودة. والامور سهلة يعني، دلوقتي بقى في رعاة كتير جدا، في ابطال كتير جدا معهم رعاة من هم صغيرين ومكملين معاهم. فانا شايف الموضوع بس عايز ايه يعني، كل اتحاد لازم يبقى عنده اهتمام يعني. ما يوصلش الولاد للمرحلة دي ان انا افكر ان انا امشي، ما توصلوش للنقطة دي. الاهتمام لازم من بدري، وعندنا مواهب كتيره جدا في مصر. هو لازم يبقى في دعم من الوزاره برضو. ما ماشي الوزاره، او الوزاره تبقى واقفه مع الاتحاد. مثلا سبونسر دي هتبقى ده الموضوع دوت. يبقى مثلا حاطط، ما هو في اتحادات بتروح ممكن ما لقاش سبونسر، او يقول لك في كتير قوي من اللي هم الرعاه والكلام دوت، ممكن يقول لك انا مش هرعى لعبه فرديه، مش هرعى مش عارف ايه، مش هرعى ايه. فيبقى اجبار من الوزاره على الرعاه، او على الاقل يبقى في بنسب يعني. طب يعني مثلا يعني الاكاديميه الوطنيه للتدريب، ما ده الوزاره بتصرف، والوزير طلع حتى قال لك ان البطل الاولمبي بيتكلف حوالي 2 مليون دولار. الدوله بتصرف على ما يخرج من 2 مليون دولار ما بين معسكرات ما تعرف الالعاب الفرديه كان بيعسكر طول السنه. ونظام غذائي معين. نظام غذائي طول السنه ومعسكر طول السنه لما بيخش طبعا يؤهل كبطل اولمبي. لكن برضه في تفانيش كده معينه مفترض ما حدش يعرفها غير الاتحاد، يعني اللي بيبص برضه على حياته الاجتماعيه، اللي طبعًا بيشوف مشاكله. مفترض ده دور الاتحاد، مش كده؟ اكيد مليون في المية. وده لازم والاتحاد برضه مش بس ان هو يروح يقول ده عيد مرشح يبطل، خد يا وزارة اهو
اصرفها عليه. ما هو الاتحاد برضه زي ما انت بتقول كابتن سيد، الرعايات وجلب الاموال ومتابعه حالته الاجتماعيه وحالته النفسيه ومشاكله وازماته ويقابل والده. اصل انت بتتكلم مش مليون بطل يعني، لانه عدد قليل يعني، كل اتحاد عنده خمسه سته متوسم فيهم ابطال اولمبيين، فلازم تبقى عايش معاهم زي ما احنا بنشوف كده في بره. هو بره بيبقى كمان عنده، بيبقى شايل ضغوطات كتير جدا مع اللعيب او من البطل. ده انا سمعت الولد يقول لك مش عارف يشتري، ما اعرفش ايه، مش عارف يجيب ايه. لا ما انا بقول لك هو بيبقوا شايلين الضغوطات دي كلها من عليه، بتتكلم في العالم كله، هو ما بيخلوش يفكر في حاجه. ده لا يفكر في تعليم، التمرين ولا بيفكر في تعليم ولا يفكر بيخش احسن مباريات، يفكر في تمرينه وفي مسابقاته بس. لكن هنا تتكلم في النهارده الدراسه بتاعتي، النهارده عايز اقول لك ايه، طب انا اسالك سؤال، عايز اخرج، طب انا اسالك سؤال، هسالك سؤال. الابطال اللي عندنا دول يعني كل اتحاد عنده 3 4، ممكن الموضوع هياخد بس مننا شويه وقت وبعدين نرجع للكوره تمام. والله هنستفيد من الموضوع ده الوقت اكتر. الابطال دول مثلا سي مثلا بدي اي مثال يعني، كل اتحاد فردي عنده 4 5 6 ابطال يعني. مثلا عمر عصر دلوقتي بتنس طاوله مكسر الدنيا، ده وصل دور الثمانيه بطوله عالم طبعا. تخيل في تنس الطاوله انجاز تاريخي اهو غير مسبوق، وصل دور ثمانيه في بطوله العالم في جنوب افريقيا، كسب لاعب كرواتي اسمه توميسلاف بوكار 4-0، وكان اول لاعب يوصل دور 16 ووصل دور 8. عمر عصر قدامنا اهو، حلو كده. فانت بتتكلم، وصفحه الاتحاد الدولي نزلت حتى صورته واتكلمت عنه وكتبت ان هو فخر لافريقيا وفخر لمصر، وده اول لاعب مصري في التاريخ يوصل لدور 8 لبطوله العالم، واول مصري كان يوصل لدور 8 في الاولمبياد، وخد مركز خامس على فكره في طوكيو. عمر عصر ده كأول لاعب مصري في التاريخ. انا بس سؤالي بايه، اما يكون عندك ابطال كل اتحاد ما عنده، مش كلهم عمر عصر اكيد عندك 3 4 كده، اتحاد المصارع فيه 4 5 متوسم فيهم، الاثقال العاب القوى زي البنت اللي كسبت 100 متر و200 متر في البحر المتوسط، بسنت حميده دي مثلا يعني. ايه التسهيلات بقى الاتحادات بتعملها للناس دي يعني؟ انت لو رحت مثلا الجامعات الخاصه، انا بدي مثال، هتقول لك لا يعني. لو انت جيت النهارده قلت انا عندي بطل افريقيا بغدوده وعايزك تدي له منحة من جامعة كذا اكس، مش هتاخده الجامعة؟ لازم تاخده، ده بيبقى بمساعدة الوزارة، وزارة غير التربية والتعليم. ده انت بتصدق بالله، انا اعرف جامعات العلم العالي ووزارة الشباب والرياضة. بص انا بنتمي لمؤسسة الاهرام وليها جامعة، انا مشرف يعني من ضمن الناس المشرفة عليها. مجرد بس ما يتقال كده بتفورا بتقبل، لانه هو فخر كمان للجامعة طبعاً. غير ان هو جامعة بتساهم في دراسته وبتشيل عنه اعباء المالية وعلى الاتحاد كمان، انت كمان فخر للجامعة ان انت عندك عيد بطل او عندك سيد معوض بطل او عندك عصر او عندك بغدو، ما دي ابطال. فانا بديك مثال بسيط اهو، تقدر تعمل سبونسر للبلبس بتاعه، تقدر تعمل سبونسر للتعليم بتاعه، تقدر تعمل سبونسر للاوتيل حتى اللي يستضيفه في المعسكر وات ايفر يعني اقصد. فانت عندك افكار كتير، بس في حد بيفكر كده؟ لا عشان كله مهتم، عشان يخش رئيس الجمهوريه يتدخل، وده باحساس الاب بقى. ما هو مش معقول كل مشكله في الوسط الرياضي ده رئيس الجمهوريه يتدخل فيها، معقول؟ لا بجد يعني، هل ده يعقل يعني؟ يعني يعني حاجه بصراحه محتاجين الناس تفكر بدل ما احنا قاعدين نتخانق مركز التسويه أيوة. شرعي ولا مش شرعي؟ تصدق بالله احنا كنا قاعدين بره، استاذ معوض قاعد بره عارف انت عاطف في العيال كبرت هو مش عارف اللي بحث، فجاه صاحي من النوم لا يا شباب انا بتكلم في خناق يعني ما قريتش حاجه النهارده، فعمال اقول هو في حاجه حصل يعني، في حد في خناقه ده جاي، في خناقه النهارده ظهرت، حد عمل في حاجه، في مصيبه، ده وانت في اوضه اللبس انا جوه اللي هو فيه يا جماعه. وبعدين في الاول والاخر طبعا كلهم ناس افاضل وناس محترمه، احنا مش واصل لنا حاجه مش واصل لنا ايه الموضوع يعني منين اتشال مركز التسويه ده ومين رجع؟ ايه الموضوع؟ وهو دوره ايه؟ ومين عايز ايه؟ ومين فين؟ يعني يا ريت الناس بتناقش مشكله مثلا بغدوده ده وتتحل بالشكل ده ونقف معاه بالاهتمام ده يعني. انما بنفس الاهتمام ده دور مركز التسويه، ومش عارف مين لو عمل ايه فتروح مركز التسويه اللي هو اتلغى من شهر يناير، فهو رجع مش عارف، هو اللي بيفصل سوي الاكل بيفصل الاكل مركز، ما انا ما شفتش قرارات يعني، هو قرار بيفصل في النزاعات وفي قانون الرياضه المفروض. وانا الفترات اللي فاتت دي كلها ما شفتش مركز ازاي مش حجز مش قرار، مش الاهلي حجز على فلوس عبد الله السعيد بسبب
لا انا بجد والله ما بهزر. اي والله هو اللي حكم للاهلي. انا شايف اللي هو الموضوع مش عايز اقول ملوش لازمه بس يعني هو ما انا اديتك مثال هو ملوش لازمه ازاي وبعدين اللي حصل مش عاجبك مع ما ما حكومه لغايه دلوقتي ما لا والله مش عاجبك المثال ده صح؟ لا مش موضوع مش عاجبني هو مفيش حاجه اصلا. طب ما مركز التسويق مثال ايه؟ مركز تسويق لا هو مركز تسويق وتحكيم. انت بتقول لي مركز تسويق وتحكيم في ازمه شيكابالا مثلا ادى في ازمه قال لك لا او بتاع وما الايقاف مش عارف ايه والايقاف يتشال والحاجات دي كلها مفيش حاجه حصلت. مفيش حاجه حصلت. ايوه انا بكلمك في حاجه الكوره ما نفذش. ايوه ما نفذش اتحاد الكوره بس ما خدوش حكم شيكابالا. ما خدوش حكم ازاي؟ هو خد حكم بالغاء قرار اتحاد الكوره؟ مركز تسويق وتحكيم لا ادى حكم بالغاء قرار اتحاد الكوره؟ ايوه ما هو مش فاكر. شوفوا كده اعملوا سيرش يا جماعه على ديني. والله ده كلام مهم يعني في حكم صادر رسمي انا مش فاكر. هو انا اعتقد يعني بشكل كبير اعملوا سيرش يا جماعه كده اصل ده بهزار صح؟ انا عايز اخد كورس محاماه ويعني نوع ما معلش والله يعني انت فهمت مع ناس قانونيين شويه. لا اصل انت تقول لك اصل الحكم ملزم وناس تقول لك اصل مش ملزم. ايوه في حاجه اسمها كده مش ملزم. لا يعني مثلا في يعني مثلا المهندس فرج عامر او في مثلا بدي مثال يعني يبقى نازل انتخابات او شبانه او اي حد تلاقيه اتشال ليله الانتخابات بقرار مركز التسويق ورجع ليله الانتخابات بقرار مركز التسويق. لا ورجع بعد الانتخابات لغاها والانتخابات اتعادت على مركز الرئيس بس. ايوه ما هي برضه حاجه يعني مش ممكن وحاجات غريبه. لا بس كان قضاء اداري بتتكلم على سموحه كان قضاء اداري مش انت بتقولي بتقولي وبعد كده تقولي لا قضاء اداري. لا في مهندس فرج عامر كان قضاء اداري ما كانش يعني رجوعه منصب الرئيس بس ده كان قضاء اداري. اداري؟ اه هو القضاء الاداري ده مش المفروض مكان التسويق بقى عليها هولد بقى عليها مشكله مش المفروض ممنوع في الرياضه. انا والله ما عارف انت مش عارف دخلتنا في الحاجات دي مش عارفين والله العظيم يعني هو ممنوع ولا مش ممنوع. ايوه بس مبروك رجع يعني لو حد فيكم عايز حاجه رجع مركز التسويق ان شاء الله اول ما اعرف دوره ان شاء الله هروح. طيب النهارده كابتن احمد عيد الزمالك اعلن تجديد الثقه في اوسوريو. رايك ايه؟ عادي هو الطبيعي خلي بالك يعني هو الطبيعي هو الناس اللي موجوده هي اللي جابته وهو الراجل برضو انت بتتكلم على فتره مش كبيره وفتره هو من واختلاف الناس واعتراضها وانتقادها ليه في طريقه اللعب في قيمته كمدرب طبعا في طريقه اللعب هو اللي انا قلته برضو لازم يبقى في مثلا تواصل معاه او قاعده معاه بشكل كبير جدا يعني من المفروض في لجنه كوره في نادي الزمالك المفروض يقعدوا معاه ويتكلموا معاه ان على الاقل الفتره ديت لحد ما نوفر لك احتياجاتك اللي هتناسب طريقه لعبك في الموسم الجديد انت تقدر عايزين نمشي الدنيا بشكل كويس يعني ده الطبيعي. لا ممكن الراجل يقبل ممكن ما يقبلش دي حاجه بتاعته هو ممكن ما يقبلش في مدربين كتير ممكن ما تقبلش الحته ديت على اساس اللي هو برده السي في بتاعه واشتغل منتخبات واشتغل كتير جدا فممكن يقول لك لا انت كده بتتدخل في الشغل فنيا وبتاع لكن هو الطبيعي الحاجات ديت تيجي من الجهاز اللي موجود. ايوه من كابتن مدحت من صح. كابتن احمد مجدي مساعدين هو يتكلموا معاه او يتكلموا معاه انت بتقول وجهه نظرك بتوضح له ايوه سمع وجهه النظر وما نفذش هو الحقيقه هم اتكلموا الفتره اللي فاتت سمع وجهه نظر هو نفذ وقال لا انا هلعب كده وبتاع والكلام ده بس هو الشكل والمنظر من الزمالك انت اي فرقه بتلعب الزمالك دلوقتي طب المساعدين قالوا له ورفض الحل يعني هل هو الحل لازم هل يبقى خلاص لازم يبقى في قاعده من لجنه الكوره معاه ما ده قصدي هل يجوز ان انت تفضل ساب مصير نتائج النادي حتى لو الراجل بيتكلم صح بس ده مش التوقيت الصح وبرده وانا جايبك عشان في هدف معين عايز احققه دلوقتي في هدف راجل انا بتكلم على المركز الثاني شو مالنا دي بنتكلم على لا مفيش المركز اصلا التاني. الموضوع بعيد وبعدين حتى بقول للعيبه دلوقتي كاس العالم ده انت لو كان عندك طموح كاس عالم للانديه عشان تخش افريقيا وتكسب افريقيا تروح كاس عالم اللي بقت كل اربع سنين من سنه 25 يعني انت النهارده كمان انت بتجهد بشكل غريب طموحات للزمالك وانت مش واخد بالك يعني تيجي عايز تعمل طريقه فتفقد ثلاث نقاط في نقطتين في نقطتين فتبص تلاقي الفريق يعني انك تعادل مع الداخليه وتخسر من الاسماعيلي وتبقى من 15 نقطه واخد 7 السيناريوهات كلها بتاعت السنه دي متلخبطه ومش يعني القصه كلها انت مش عارف الامور رايحه على فين ومحدش عارف حاجه ومحدش عارف هل اللجنه الفنيه لها حق تقعد مع الراجل او اللجنه اللي هي موجوده ده اللوجيك من غير ما نسال ماشي ما هو انا اللي انا عارفه
ان ما فيش اجتماعات للجنه، ما فيش حاجه للجنة. ما فيش حد اصلا موجود، ما حدش بيعمل حاجه، ده اللي انا عارفه. لكن في الاخر انت الراجل هتقعد معاه مش هينفع الفتره دي يبقى في كذا وكذا وكذا وكذا، لو اللجنه الفنيه موجوده قعدت معاه وقالت له مش هينفع كذا وكذا وكذا، عاوزين الدنيا والشكل والكلام دوت. طب انا خلاص هو الراجل ما وافقش، انت ممكن تشتغل بقى على القرار الثاني. يعني انا هضطر اتمشي؟ اه ما هو انت بتتكلم بقى في الراجل، ما ينفعش طبعا. كابتن سيد، اذا المدرب يعني نشف دماغه كده الاجنبي، بيبقى مفيش قرار غير يمشي خلاص؟ لا، هو الطبيعي ان انت كان اداره نادي او لجنه كوره انت واخد قرارك، خدت قرارك في المدير الفني الاجنبي، كان قدامك مصري واجنبي، فانت ذاكرت المطروحين فاخترت الاجنبي، فانت هتتحمل المسؤوليه. كون الراجل طريقه لعبه مش مناسبه للعيبه اللي موجودين حاليا والنتائج مش ماشيه بشكل كويس، لان انت كنت لازم توضح له الهدف من الاول. انا الدوري ممكن يبقى فيه خلاص بنسبه كبيره ضاع، انما المركز الثاني مهم جدا، مهم جدا. انت زي ما قلت انت فقدت 5 نقط في اسبوعين، يعني 5 نقط الطبيعي ان انت ما تخسرهمش، فانت خسرتهم وبعدوك بشكل كبير جدا، فالطبيعي ان انت هتكمل معاه شويه، انما لو استمر على كده اكيد مش هيكمل في نادي الزمالك. يعني صعب. حتى لو انت عايزه خلي بالك، يعني ممكن يبقى انت شايف ان هو مدرب كبير جدا ومدرب عظيم جدا وعنده فكر، انما انت بنتائجك مش هيكمل. طيب كابتن احمد عيد، قبل ما نخش بقى في الاهلي وتفاصيله، الزمالك بعض الناس قالت الاحسن ما يشاركش في البطوله العربيه، وبعض الناس تانية قالت لا يشارك بس يدعم صفوفه وتفتح له القيد، لانه حتى الموعد بتاع البطوله استثنائي في شهر 7 يعني، ويبقى الصفقات الجديده تخش. انت مع انه راي، وهل الصفقات الجديده حتى لو دخلت تلحق تنسجم وتشتغل لا انا يعني حته ان فتح باب الكيد ده، خد بالك 15/7 الدوري يخلص بتاع يعني دوري الزمالك، بتاع في دوري الزمالك ودوري الاهلي، فدوري الزمالك يخلص 15، دوري الاهلي يخلص 23، حاجه جنان يعني، حاجه جنان. هو يعني خلي بالك، يعني هو الطبيعي اللي انت تحط على كل التوقعات، تحط الجدول الاخير على كل التوقعات، مع طبعا انا شايف ان الاهلي قريب جدا للدوري، والموضوع يعني انا شايف الموضوع محسوم، لكن في توقعات ممكن تحصل ان بيراميدز قريب والاهلي عنده عدد نقط وبيراميدز عنده عدد نقط، فوارد في الاخر اللي انت الاهلي يفقد نقط، ده وارد ولا مش وارد؟ وارد في الكوره، او ما سيناريو مكتوب. انا مش قلقان، كنت قلقان على الاهلي. هو الموضوع هو الموضوع خلصان، بس انا بتكلم في الفير اللي طبيعي يحصل في اي حته في العالم، او طبيعي يحصل في اي دوري، ان مثلا فرقه عندها عدد ماتشات وتلعب، طب في الاخر انت هتخلص ماتشات بيراميدز الاول ولا تخلص ماتشات فيوتشر اللي هم مثلا فيهم منافسه مثلا على المركز اللي هو تاني والتالت، بعد يلعب دوري ابطال افريقيا. ما اقول لي بقى انت هتحط الماتشات دوت تخلصه الاول وتسيب التاني للاخر؟ طب ما هو الموضوع يعني ما لا احنا هنبص هنظبط ازاي بقى البدله. بص، فيوتشر وبيراميدز خلصوا مع بعض، اللي هينافسوا تحت يخلصوا مع بعض. انت ما جبتش الاحصائيه بتاعت، في موقع عالمي عمل الاحصائيه بين ماتشات مثلا الاهلي وماتشات الوداد الفتره اللي فاتت. ايه بقى؟ ان يعني الوداد في الدوري هناك لعب الماتشات كلها، لعب 25 زي الناس كلها، وان الاهلي مثلا لعب 21 او لعب 22 والفرق لعبه 28 و29، فالموضوع بعيد. يعني انا قصدي الموضوع بعيد في الحتت ديت، المواعيد مش متظبطه، انت دخلت حاجات كتير في بعض. وهم بيلعبوا ماتشات الاهلي هيحطوا المؤجلات حسب، يعني مثلا بحيث ان فيوتشر وبيراميدز خلاص في توقيت واحد، واللي تحت يخلصوا في توقيت واحد. الاهلي بقى يتاجل له 3 ماتشات لبعد يوم 15 مع الفرق اللي في النص، اللي هي ايه، دندنه دندنه. طب ما عدا كده الدوري خلصان. بس كده الدوري خلصان، يعني الموضوع ما محسوم. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ان في مشكله تانية. طب افرض الاهلي هيلعب مع فرقه الزمالك خد منها لعيب فعايز يقيده في البطوله العربيه، طب نعمل ايه؟ يلعب شوط ويمشي. هو الحاج عامر ينقلها، هو النهارده جاب له احمد يلضمها. اليوم بادئ بمركز التسويق، اليوم خد بالك النهارده يعني عمال امسك اليوم كده يبص كده، ما احنا عايزين نلضمها، هو الوحيد اللي بيلضمها. كل ما اجي امسك تبص مني الحاج عامر، بيروح واخدها غرزه كده يلضمها عشان ما تطلعش.
لا حاجة. طيب طب صحيح يعني هنفترض ان الامور مستقره والزمالك خلص يوم 15 عادي جدا في الميعاد المتابع والبطوله العربيه يوم 20. طيب ال الكلام الاتجاه انه تحصل استثناء للزمالك في القيد وده ماشي يعني لان الزمالك عنده بطوله مهمه ومجموعه فيها النصر السعودي والشباب واتحاد المنستير فرق قويه الحقيقه يعني وصعبه يلحق هو يعني ده انا يعني انا فنيا بقى لا انا ما بتكلمش فنيا انا بتكلم اداريا او ان القيد يتفتح لفرقه عن فرقه ده انا مش عايزه او انا مش حابه ان هو يبقى موجود خد بالك البطوله نفسها ميعادها استثناء فانت انت مش على الزمالك بس يعني كل نادي دلوقتي نادي النصر السعودي مش هو لا بس نادي النصر هيخلص كمان يومين لا ما خلص الدوري كمان يومين يخلص هيفتحوا القيد هناك من شهر 7 لا القيد بتفتح القيد بتفتح من اول 8 لا ما هتلاقي في 7 اكيد مليون في المية يعني في السعودية بتفتح من اول 8 هتلاقي من بدري لا السعودية متهيألي بيتفتح لا هو من بدري عرفونا يا شباب هو بيقفل في متأخر لا هو بيقفل في 8 بيقفل متأخر ده لا السعوديه ده السعوديه الوحيدين اللي في العالم اللي بيقفلوا في شهر 12 تقريبا صح يعني هم بيقفلوا في لأن شهر لان في لعيبه كتير لا هم بيقفلوا في شهر 12 ويأيدوا بدري يعني هم بيأيدوا بدري ايوه ما هم ما عندهمش في واحد ده فعلا ده حقيقه يعني انت لو سالت السنه اللي فاتت هتلاقي في شهر 12 تقريبا حاجه كده لا بس اكيد عندهم والدوريات اللي قبل كده لا عندهم يناير ازاي يا كابتن ما ينفعش ما بقاش عنده يناير خالص مصطفى فتحي كان راح السعوديه في شهر 1 من التعاون من الزمالك لو تفتكر صح في يناير لا في لا هو في لا انا بس عايز اعرف القيد في انا قصدي ايه يعني المتبع العادي في الدنيا كلها القيد بتفتح امتى 1/8 صح كده لا مش المتبع في معظم الدوريات الطبيعيه الناس العاديه اللي غيرنا اللي هم الناس العاديين يعني اللي مناخير وبق عادي ومفيش مشكله بس بيخلصوا الدوري في 5 أو 6 انت بعد كده ما مش هيبقى في استثناءات عايز افتح بدري هفتح عايز هفتح متاخر هفتح انت الميعاد عندك البطوله نفسها ميعادها استثناء في شهر 7 في 20/7 فالانديه السعوديه عايزه في لعيبه طبعا محترفين هتمشي وفي لعيبه محترفين هتيجي وفي لعيبه محليين هتمشي وفي ففي انتقالات كتيره في كل الانديه اللي هتشارك في البطوله العربيه فالفتح الاستثنائي ما فيش فيه مشكله يعني انا شايف انه مش هيبقى مجامله للزمالك بعيد عن المسمى انه زمالك او اهلي او اي حد بطوله عربيه لكن بطوله مهمه صعبه وموسم انتهى فلازم تدعم صفوفك انا قصدي بقى هل الوقت ده هيبقى كافي اصلا لانسجام اللي انت جايبهم يعني مثلا جبت احمد عيد ده انا هجيبه يوم 16 وبالك هو هيكون بيلعب اللاعب يوم 15 مع ناديه مثلا اخر ماتش في الدوري ومفترض بقى 16 عشان يلعب يوم 20 مع الزمالك او 21 طب ادي لك سؤال اصعب شويه هم مين اصلا اللعيبه دول مين اللعيبه اللي انت هتفكر فيهم عشان تجيبهم في اكيد الزمالك حاطط عينه على الاقل هقول لك على حاجه هقول لك حاجه هترجع محمود علاء لحظه واحده بس أنا بس هترجع محمود علاء هترجع يوسف اوباما هترجع حمدي علاء الثلاثه دول مثلا انا اعتقد دول لعيبه الزمالك انا اعتقد ان محمود علاء مش راجع هو اللي مش عايز ولا النادي لا انا بقول يعني وجهه نظري انت وجهه نظرك مش هتبقى مبنيه غير على حاجه ما تعملش عليا انا بقول لك وجهه هو اللي قال لك يا النادي اللي انا بقول لك وجهه نظر انا بقول ان هو مش عايز هو مش عايز يعني انا بقول هو يعني ده يعني توقع النادي اللي عنده الزناري وعنده ما انا توقعي كده انا توقعي كده يعني مدافعين الزمالك الموجودين دول محمود علاء ما يرجعش انا متوقع كده انا بقول لك ده توقع مني يعني ده على صله بلجنه الكوره اسمع انا بقى الموضوع بالنسبه لي انت بتقول موضوع طب هل لو كمل في الاتحاد الزمالك هياخد فلوس لو كمل فين في الاتحاد انا ما اعرفش مش عارف اللي بين الزمالك وبين الاتحاد الحاجات دي ما خلاص العاره خلصت ايوه انا ما عشان تبدي عاره جديده في بديل بديل تاخد جديد اتفاق جديد. ممكن تبيعه هو في اعاره اصلا بنيه البيع بس هو عمال يلف ويدور لا ما هي الاعاره مش بنيه البيع سيبولي 5 دقايق هو هيرجع سيبولي 5 دقايق هو هيرجع على الزمالك انا اللي قال لي فلاني الفلاني هيقر قال لي هيقر طب قول لي افرض الاتحاد عنده ماتش مثلا مع الاهلي يوم 20 ولا يوم 22 محمود علاء هيروح يلعب ولا مش هيلعب شفت بقى دخلت لك من هنا فهتلاقيها باظت من حته ثالثه خالص ده وارد او مثلا الزمالك عايز محمود حماده سي مثلا المفروض الاهلي عنده ماتش مع فاركو طب اصلا اللعيبه دي تلحق تنسجم وتلعب وتدي عادي تنسجم ايه احنا بعد سنه ونص بنقول اللعيب لسه ما انسجمش مع الفرق تقول لي 5 ايام ده في بره انا بشوف لعيب بيجي بالليل انت هنا بتفضل ده ميتلاند يوم عاشور جه بالليل لعب تاني يوم جاب جول صح فاكر فاكر ده ومثال بتاعنا يعني امام عاشور كان اشبيليه تقريبا الماتش
لا كان فرقه من البرتغال سبورتنج باين سبورتنج لشبونه. طيب نطلع فاصل ونجرجر احمد ايه نشوف من اللي بس اقول لك على حاجه انا الحلقه عجباني لا والله عشان بدا المركز التسويقي اه والله حاجه ماشي على النار هادي. طب هم بعتوا لنا مواعيد القيد اهو في السعوديه يا سيدي. القيد يبدا من اعلنت رابطه الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاربعاء عن مواعيد تسجيل اللاعبين للموسم الكروي القادم تبدا يوم 11 اغسطس الذي سيبدا الدوري. القيد يبدا اول يوليو اللي هو 7 مطلع يوليو يعني يبدا 1 يوليو يخلص 7 سبتمبر يتقفل ويفتح بعد كده والشتاء من 1 يناير لمده شهر. هو قبل كده كان بيتفتح في 12 هو 1/7 لانه هيخلص الدوري خلاص خلال اسبوع لكن انت عندك ل 15/7 فانت لازم تفتح استثناء. نطلع الفاصل فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم. كابتن سيد في غيابات كتيرة في الاهلي بكرة نعتبرها غيابات ولا عادي دلوقتي؟ لا بشوفها عادي يعني بشوفها عادي وممكن يعني مروان وحمدي فتحي وعلي معلول وحسين الشحات ده طبيعي جدا طبيعي اي لعيب فيه شك ولو بنسبة 10% لازم تريحه لان انت في مرحلة مهمة جدا. الدوري مسألة وقت يعني الدوري النادي الاهلي ان شاء الله هياخده انما هي النقطة الاهم دلوقتي ماتشين افريقيا ان انت تدخل فول تيم وما يبقاش عندك نقص كبير في اللعيبه دي مهمه جدا فلازم تحافظ على لعيبتك. وبرده انا قلت لك من اسبوع حتى قبل مباراه انبي الماتشات كلها في المتناول بالنسبه لاي لعيبه في النادي الاهلي فانا شايف الامور عاديه يعني يغيب علي معلول حمدي فتحي مروان عطيه بيرسي تاو محمد هاني ادي 5 حسين الشحات وحتى حراسة المرمى الشناوي او علي لطفي دول خلاص بشكل رسمي السبعة دول هل الاهلي يعني يتحمل غياب 7 من الفريق الاساسي؟ اكيد الاداء هيتاثر شويه بس انت عندك مجموعه لعيبه يعني عندك كتير جدا يعني عندك خالد عبد الفتاح هيلعب مكان هاني هتبقى الامور عاديه. طب حمدي ومروان لما يغيبوا السولية موجود السولية وديانج موجودين وحتى قندوسي ثالث او قفشه قندوسي او قفشه وحتى لو دخلت كوكا كتالت في نص الملعب عندك الامكانيه وحسين الشحات يلعب مكان احمد عبد القادر احمد عبد القادر موجود بيرسي تاو ممكن طاهر ممكن برضه خلي بالك انت ساعات بيبقى عندك تفكير ان انت مصطفى شوبير برضه في حراسة المرمى ساعات بيبقى عندك تفكير ان انت تلعب شريف على الجنب وتلعب كهرباء يعني تلعب مصطفى شوبير انا اتمنى ان هو يعني يظهر بمظهر كويس دي فرصه مهمه جدا يعني ان انت يعني الظروف تحطك في ماتشين ثلاثه زي دول ممكن تبقى ليك دور كمان في ماتش النهائي يعني خلي بالك لو الشناوي ما لحقش المباراه الاولى او علي برضو نفس الكلام لان علي بيتقال ان هو عنده شد فممكن على حسب مين اللي هيلحق فيهم فانا شايف ان الماتشين دول اعداد كويس جدا. طب كابتن عيد شفنا الاهلي في ماتش انبي عدد كبير تمريرات انسجام كبير جدا فرص كتير ضايعه سيطره كامله على المباراه تقريبا حتى البوزيشن كان 71% ل 29% يعني متوقع بكره برضو يبقى كده قدام طلائع الجيش مع التغييرات دي كلها ولا هيبقى في تاثير؟ بص هو كشكل اداء يعني هو طبعا هيبقى في تاثير للعيبه اللي موجوده اللعيبه بشكل اللي بتلعب بشكل اساسي بس مش هيبقى الفوارق كبيره. انا من السنه اللي فاتت وانا بقول او من السنه اللي قبل اللي فاتت وقلت هنا كتير ان لعيبه الاهلي هم قريبين من بعض الاحتياطي قريب من الاساسي الفروقات مش كبيره مش اللي هي مثلا زي ما بقول لك 90% او 40% او 50% لا 70 80 و60 70 مثلا انا بكلمك في الفروقات قريبه فاما الناس هتلعب بيتهيألي هيبقى عندهم دفع اكبر كمان ان هم يأدوا بشكل اكبر عشان يبقوا يحاولوا يخشوا الماتشات الجايه ويبقى متواجد بشكل كبير في ماتش النهائي او ماتشين النهائي فهيبقى عندهم دوافع كبيره بالنسبه له. وخلي بالك ديت بالنسبه للراجل او بالنسبه للاهلي ميزه يعني افاده اللي هو يريح الناس اللي هي بتلعب بشكل كبير الفتره اللي فاتت. والراجل حتى ماتش الترجي الثاني يعتبر الماتش كان محسوم الاولاني لعب بنفس الفرقه ونفس التشكيل وبتاع والماتش اللي فات برضه هكذا في الدوري فلا الموضوع بس بكره مش هيبقى بنفس اعتقد يعني ان هو مش هيبقى بنفس الشكل الكبير بنفس الشكل اللي كان كمان لظروف الماتش مع طلائع يعني طلائع الجيش بكره بيدور هو ماتش يعتبر
لعب ماتشين اقل من الفرق اللي هي كلها وبينافس على الهبوط. يعني طلائع الجيش انت بتتكلم النهارده عنده 26 نقطه ولعب 27 ماتش، وعنده الاهلي وهيلعب الزمالك، الماتشين مؤجلين اهلي وزمالك. فهو عنده الماتشين ورا بعض، فهو بيقول لك احاول اخطف او اجمع في اي حاجه من الماتشين دول، هيلاقي الماتش بكل قوه. يعني الموضوع هيبقى فيه قوه اكبر من طلائع الجيش بكره اكتر من انبي. يعني انبي كانوا قول لنا بقى ترتيبه عندك الجدول ما هو طلائع الجيش في المركز ال 17 عنده متأخر جدا. عنده 26 نقطه ولعب 27 ماتش، اللي فوقيه كله لعب 29 ماتش. هو صراع الهبوط السنه دي هيبقى صعب جدا بين من 26 الحرس خلاص بشكل كبير. يعني عنده 6 ماتشات صعب، يعني ب 18 بونت ب 34، لو حتى لو خدهم هيبقى 34، بيتهيألي اللي هيقعد مش اقل من 37 38 السنه دي. الموضوع هيبقى صعب في الحته ديت يعني. فلا الحرس خلاص الموضوع منتهي. طلائع الجيش طبعا في اللعبه، واعتقد ان هم ممكن يجوا من بعيد يعني. طب كابتن سيد، النجاح بتاع الاهلي في افريقيا والمستوى المتطور والاداء القوي والسكواد اللي بقى دلوقتي يعني واضح انه قوي جدا في النادي الاهلي، بقى يدي انطباع لاي فريق بيواجه الاهلي دلوقتي استسلام للخساره؟ لا مش استسلام، بس دي ميزه بالنسبه لك انت كنادي اهلي، ان انت طول ما انت ماشي كويس وبتادي اداء كويس والمكاسب دي كلها يعني بتخلي الفرقه اللي قدامك قلقانه منك معظم الوقت، حتى بغض النظر عن الاسماء الغايبه او الاسماء اللي موجوده في الملعب. انا بشوف ان ماتش صعب جدا على فرقه طلائع الجيش، يعني الترتيب كمان نفسه والاجواء كلها في الوقت الحالي ان هو يلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي بيحقق المكاسب دي، انا بشوفه ماتش صعب. انما دي ميزه للنادي الاهلي، يعني انت حتى كلاعب احتياطي او لعيب ما بتشاركش انت بتاخد الميزه بتاع ان الفرقه بتكسب، فالامور ماشيه بشكل كويس. اما الفرقه بتكسب اي حد بيدخل على الفرقه فبيكمل، معنى اصح بتبقى راحه بالنسبه له ان هو داخل على فرقه مستقره، فرقه بتكسب، غير اما تعمل مثلا تغييرات السبع تغييرات دول لو الفرقه بتخسر كل اللعيبه اللي داخله هتلاقيها قلقانه جدا، لعيبه بتلعب مش هتعملها اصلا كلها، وحتى لو هم غايبين بسبب اصابات هتلاقي اللعيبه اللي بتلعب تحت ضغط كبير جدا وعايزين يحققوا المكسب. انما انا شايف الامور عاديه، حتى النادي الاهلي دلوقتي هتاخدها من ناحيه تجهيز اللعيبه الثانيه، اللعيبه الثانيه دي عشان تدخل في منافسه كبيره خلال الفتره دي. كل لعيب اكيد عنده امل ان هو يلعب ماتشين افريقيا لان دول هيبقوا اهم ماتشين السنه دي. ليك راي في تصريح كولر بعد الماتش اللي فات لما بعض الناس سالت هو ليه علي معلول مش كابتن، فقال لك ده يعني رولز ما بنهزرش فيها في النادي الاهلي؟ طبعا وده طبيعي جدا، يعني في اسس محطوطه وطالما النادي ماشي عليها بتمشي على الكل. انما علي حتى على فكره هو كابتن الفرقه او الناس تبقى مقتنعه بيك ان انت راجل مسؤول جوه الملعب، مش لازم تلبس الشاره مش هي الشاره اللي بتبين ادوار اللعيبه في الملعب. علي معلول من اهم اللعيبه في تاريخ النادي اللي بتادي الدور كمان القيادي في الملعب الحقيقه طبعا، وفارق مع الفرقه حتى اللقطات كلها في اي توقفات كده لما كان بيجمع الفرقه ويتكلم كل التوقيتات اللي بيبقى فيها توقفات هو موجود وموجود بشكل قوي. فهي الموضوع الشرم مش على فكره الشرم مش هي دي اللي بتبين، يعني انتوا عملتوا ده يعني وانتوا بتلعبوا لعيبه كتير ممكن بتبقاش انت لابس الكابتن بس ليك دور في الملعب. لا النادي الاهلي في وقتنا كان 11 كابتن موجودين في الملعب، يعني مش اللي لابس الشاره بس، كل اللي موجودين ناس مسؤوله وناس بتتكلم وناس يعني بتتعامل ان الفرقه دي انا القائد بتاع الفرقه دي، ال 11 اللي موجودين في الملعب. فانا بشوف مساله الشاره دي مش ما تفرقش مع اي لعيب، اللي يفرق ان انت تبقى لعيب مسؤول جوه الملعب. الصراع بين بيراميدز وفيوتشر على المركز الثاني من بدري اهو، مين يحسمه؟ اعتقد بيراميدز كمان فنيا، بتتكلم فنيا وكمان حته الماتشات اللي باقيه الفيوتشر اقوى شويه، الماتشات اللي باقيه اقوى. هو فيوتشر تقريبا هيلعب بيراميدز، هيلعبوا بعض ماتش، وفيوتشر هيلعب الاهلي وهيلعب الزمالك. يعني فالماتشات هتبقى ارخم شويه، انا بقول ارخم شويه بس، لكن كل شويه. واللي بنسمع ان في مشاكل وكابتن علي ماهر ممكن يمشي
انا مش عارف يعني هو الموضوع انا شايف برضو حاجة في استقرار غريبة. يعني انا في شايف في استقرار اصلا فني في الحته دي. الفيوتشر عامل موسم كويس قوي اول سنه ليه اصلا عامل موسم لا ثاني سنه ثاني سنه تاني يعني سنه هو السنه اللي فاتت شارك في افريقيا السنه دي شارك اهل افريقيا ووصل دوري مجموعات عادي يعني كونفدراليه وبينافس على المركز الثاني في الدوري الموضوع كسب كاس الرابطه على فكره السنه اللي فاتت هو كمان بيلعب في قبل النهائي كاس الرابطه السنه دي يعني ممكن يطلع يعني اقصد الامور مستقره يعني انا بسمع كانه ان كابتن علي ماهر ممكن يمشي وفي كلام كمان ان بيراميدز ممكن يفاوضه لما يمشي باتشيكو يعني فاهم كلام غريب كده اما اسمعه حاجه غريبه هيبدلوا مع بعض والله سامع الكلام ده بيتنشر يعني ما انا شايف ان انت يعني. اهدافك ايه بتقولها قبل الموسم فانا شايف ان اهداف فيوتشر ما كانتش اكتر من اللي هو فيها في الوقت الحالي يعني ما كانش ان هو هياخد الدوري السنه دي اكيد يعني انا شايف ان هو لا كابتن علي نجح بشكل كبير جدا يعني طيب انا هختم بخبر او تصريح لمحمد صلاح عشان نختم بيه بقى محمد صلاح عمل بوست يعني شبه انعدمت فرصه ليفربول في التاهل لدوري ابطال اوروبا خلاص هو رسمي رسمي خلاص خساره يعني وخساره ليه هو كمان ان هو كان بيضرب ارقام قياسيه في اوروبا وبالنسبه ليه في النادي كمان نفسه يعني هو بيتكلم ان الترجمه بتاعه البوست بتاعه قدامنا هو لقد دمرت تماما لا يوجد اي عذر على الاطلاق لهذا طبعا هو كاتب بوست للجمهور بتاعه يعني كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول الى دوري ابطال اوروبا العام المقبل فشلنا نحن ليفربول والتاهل للمنافسه والحد الادنى انا اسف ولكن من السابق لاوان نشر مشاركه ايجابيه او متفائله نحن خذلناكم وخذلنا انفسنا بتبقى صدمه بصراحه طبعا يعني فرقه كبيره واخر 3 4 سنين انت عامل نتائج مذهله فان انت تبقى لو كسبوا البطوله من سنتين ثلاثه ووصلوا فاينل مرتين في اخر 3 4 سنين هو كمان يعني انا شايف اللي هو يعني سلبيه الموقف او النتائج بتاعه الفرقه السنه دي يعني شايف ان هو من محمد صلاح ومن نجم كبير يعني تويته زي ديت او بوست زي ده هو بيبين قد ايه مدى العقليه اللي هناك او الناس بتفكر ازاي او اللعيبه ديت بتفكر ازاي وواصلين لايه وبعد كده هيبقى فكرهم ايه يعني في الفتره الجايه كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا حبيبي نراك على خير ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا حبيبي. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا يا ربنا يخليك احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده احنا الجمعه والسبت ان شاء الله اجازه يوم الاحد اذا كان لنا عمر في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس الى اللقاء